ايه الاسئله؟ ثريت ديفنس والفيزيبيليتي. وبعد كده باكيت باكيت كرافتنج. هو باكيت كرافتنج ليترلي يعني هو بيعمل كرافتنج لباكيت جديده يعني. بس يعني هو بيعدد باكيت ولا فات؟ باكيت كرافتنج انا اول مره اسمع المصطلح نفسه بس واضح من الاسم ان انت بتكرافت باكيت تحط فيها اللي انت عايزه. دي حاجه اساسيه في شغل الهاكرز يعني. اللي هي ديبجرز. ايه؟ ديبجرز. ديبجرز؟ الديبجرز هي الادوات اللي بيستخدمها البروجرامرز عشان خاطر يعملوا ديبج. ايه ديبج دوت؟ ان هم يقدروا يلاقوا باج معين هو ايرور موجود في الكود بتاعهم ويوصلوا له. فعامه الادوات بتاعت الديبجرز دي المفروض ما بنستخدمهاش غير البروجرامرز اللي هم كاتبين كود معين. لكن طبعا احنا الناس بقى الزراب يعني مثلا اقول لكم مثال ظريف الديبجرز دول بيستخدموها في عارفين الجيمز؟ جيمز اللي بتنزل على الكمبيوتر كل جيم دي بتشتريها بفلوس 50 دولار مثلا 60 دولار فتلاقي الناس منزلها ايه؟ كراك. عرفوا يكراكوا الجيم ازاي؟ احد الادوات اللي كانوا بيستخدموها زمان كتير هي الديبجرز دي اللي هو بيشغل الديبجر دوت وده بيحلل بالظبط عارفين لو في حاجات بتشتغل جوه في ويندوز اللي درس برمجه شويه يعني في حاجه اسمها فانكشن كول بتحصل في الخلفيه انا بكول حاجه اسمها فانكشن بطلب فانكشن وبعدين بدور على حاجه في الرام تمام بتشيك على حاجه في الرام فمثلا يجي الجيم اللي هي بالكراك ديت بتشيك على رقم معين سيريال نمبر بتشيك عليه بحاجه بتامين القصه فهو بيقدر يفور الكلام ده الطبيعي ان انت مش هتفور الكلام ده بس لو نزلت تولز زي الديباجرز ديت تقدر تفور الكلام ده عشان تفور الكلام ده ولا تقدر الكود كله ده لو هو موجود لو عرفت توصل للكود سؤال مش بتوصل للكود سؤال عندي سؤال ملوش علاقه بالكلام ده هو في الديس بي مسج الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الاوبشنز لا مش كلها الاي بي ادرس بتاعك وده مش الاوبشنز تمام بتاعي انا كسيرفر ولا كلاينت ككلاينت الاي بي ادرس اللي انت بتاخده الاي بي ادرس بتاع السيرفر تمام والباك ادرس بتاعك دول مش الاوبشنز الاوبشنز فيها اي حاجه ثانيه يعني هو دي اتش سي زي ما قلت لكم زمان هو الابن الجديد اللي بتقول عليه اسمه بوت بي اللي هو بوت سكان فبوت بي ده ما كانش بيوزع غير اي بي ادرس وبس بيكسر اصلا ما كانش فيه سبنت باص فاهم قصدي ازاي؟ فاذا كنت بتلاقي اي بي ادرس وممكن ديفولت فعشان كده لما نزل الدي اتش سي بي طبعا هنا محتاجين نوزع حاجات ثانيه كتير زي الدي ان اس سيرفرز مثلا زي طبعا السبنت باص كل دي بقى اسمها ايه؟ دي اتش سي بي اوبشنز بتبقى موجوده في الباكت بس عشان يبقى باكورد كومباتبل مع بوت بي بقى في حته مخصوص اسمها اوبشنز فلو في جهاز شغال بوت بي بس هيتجاهل الاوبشنز دي مش هيفهمها لو في جهاز شغال دي اتش بي هيفهم الاوبشنز عشان كده معظم الداتا فعلا في الدي اتش بي اوبشنز طب هو الاوبشن دي بيفرق معايا تقدمها يعني مثلا ايه طبعا كل اوبشن له رقم والرقم ده ستاندرد له معنى له معنى عادي باي ترتيب بقى؟ لا لازم ترتيب بقول لك له رقم ولا ترتيب ما في اوبشنز يعني ما انا قصدي الترتيب مثلا ايه انا ممكن احط الاوبشن رقم 255 الاول بس او قصدي 200 بس لا قصدك ان جوه المسج نفسها لما افتحها الاقي ترتيب الاوبشنز اي دونت نو تمام لكن الاوبشنز نفسها لو لها رقم يعني مثلا رقم 4 رقم 82 رقم كذا ده له معنى لكن الترتيب اصل هيفرق في ايه ما انا لازم اقرا المسج كلها يعني انا كجهاز هيجيني المسج ديت هعرف كل الاوبشنز بعت لي خمسه اوبشنز ولا بعت لي 100 اوبشنز هعرفهم كلهم غيرت في الترتيب بتاعهم ات دازنت ماتر انا هشوف الاوبشن ده ده صامت مصر الاوبشن ده ده ديفولت جيت واي الاوبشن ده دي نسر الاوبشن ده انا مش فاهمه هتجاهله مش حرام الاوبشن اللي بعده فاهمه فاهم الفكره هتعمل ماشي كده اي دونت ثينك ان هو الترتيب يفرق بس طبعا لو عايز تقرا نزل بقى اللي هو الدي اف سي دي ار اف سي بتاعتها واقرا بالظبط يا لهوي يا لهوي ايه ده؟ تخش عند حاجه مثلا فتلاقي ان يقول لك الاوبشن الفلاني بيتعمل بكذا تروح بقى مش عارف ار سي ار سي كذا عشان كذا تروح هناك يقول لك ايه بقى الادريس مش عارف نمبرز هتلاقيها مش عارف بس المفروض ارقام الاوبشنز ما اعرفهاش صح دلوقتي اتليست دلوقتي ده بيعمل حاجه ريسيرش عشان خاطر مشروع التخرج بتاعه احنا بنعمل بنعمل الداتا تكنيكس هو كان بيقول لي برضه الدي اتش سي بي كلها يعني بتاع بالهيدرز بتاع عايزين عشان اسمه فاكر البتاع ده بص انت لو عايز تفهم البروتوكول اي كلام لجميع حد عايز يفهم البروتوكول زي دي اتش سي بي لهذه الدرجه تمام انت عامه ما توصلش النقطه دي غير في حالتين تعمل ريسيرش او تخرج او مشروع او بحث ماجستير او دكتوراه او داخل بتدرس حاجه في سي سي اي تمام اللي هو الليفل بتاع الاكسبرت سواء وصلت كده او وصلت كده في السكه دي ولا السكه دي العالم بتاعك كله هيبقى في حاجه اسمها الار اف سي اللي هي الدوكيمنت اللي بتقول اصلا البروتوكول ده بيشتغل ازاي وزي ما انت هتشوف البروتوكول ده مثلا الدي اتش سي بي لو طبعناه يعمل مثلا 100 ورقه بس ال 100 ورقه دول مش كفايه يعني في كل حته يقول لك الحته دي بتشتغل بناء على ار اف سي كذا تقوم جاي عايز تطبع ار اف سي ثاني فتلاقي نفسك في الاخر عشان تدرس الدي اتش سي بي ممكن تكون طبعت ايه؟ ايوه عشان خاطر تفهم كل حاجه بتشتغل ازاي بس ده الليفل بتاع الاكسبرت تمام؟ فمالوش علاقه بدرجه كبيره بالمستوى اللي احنا فيه دلوقتي او بالحاله العمليه في نقطه البدايه لكن نقطه الاكسبرت لا طبعا
تمام؟ لازم. انا قريت كميه ار اف سيز يعني ما اقولكش. في الـ Virtual Networks الـ Visibility كان معناها ايه معلش؟ لو تركوا عامة مستشار Visibility مش الـ Virtual Networks بس، مستشار Visibility دلوقتي بقى معناه ان انا اعرف ايه اللي بيحصل في الشبكه عندي. ايه اللي اكشولي الداتا اللي ماشيه اوصل ليها لدرجه تعمق كبيره جدا جدا. هو ده بيتم دلوقتي بنت فلو يعني طبعا ادوات ثانيه كتير بتساعده، لكن نت فلو الاساس اللي هو بيحلل الداتا اللي ماشيه في الشبكه ويعرف بالظبط ايه هي. فنقدر نوصل فيزيبيلتي لدرجه الابلكيشن ليفل. نيجي نتكلم ان شاء الله على نيكست جنريشن فاير وول. نيكست جنريشن فاير وول واليو تي ام اليونيفايد ثريت مانجمنت الاثنين بيقدروا يوصلوا لحاجه اسمها ابلكيشن ليفل فيزيبيلتي. بمعنى ايه؟ انه بيخش جوه الباكيت مش بس يعرف لير 2 لير 3 ولير 4 كان عادي يعني اللي هو بتاعنا وبس، حتى يقول لك طب اللي جوه ده اتش تي تي بي ولا ايه؟ لا، ده بيخش جوه الاتش تي تي بي ريكويست اكشولي ويفهم ايه دوت بالظبط ويقدر يقراه ويحلله. تمام؟ ده بيوصلنا النقطه اللي قلنا عليها قبل كده زمان، هنقول عليها تاني زي ما قلنا، ان مثلا ممكن امنعك انك تعمل لايك على الفيسبوك، يعني خليك تخش على الفيسبوك بس ما تعرفش تعمل لايك، خليك تخش على الفيسبوك وتعمل لايك بس ما تعرفش تلعب جيمز فيسبوك جيمز. طب ازاي؟ how am I doing this؟ تمام؟ الموضوع بسيط، النيكست جنريشن فاير وول او اليو تي ام بيقدر يانلايز الباكيت اللي طالعه لدرجه الابلكيشن ليفل، تمام؟ فدي فيزابيلتي او ده انا شايف اللي بيحصل لدرجه الابلكيشن. زمان كانت الفيزابيلتي بتاعتنا بتعتمد على الراوترز مثلا، تمام؟ اللي هي تقدر تشوف لغايه لير 3 ولير 4، اقصى حاجه كان يقولها لك الراوتر ايه؟ اه الباكيت دي اتش تي تي بي، عرفت منين؟ بوك 80، الباكيت دي 10 بت، عرفت منين؟ بوك 23، ده اقصى حاجه اقدر اقولها لك. لكن دلوقتي وصلنا فيزابيلتي لدرجه ايه؟ عاليه جدا. تمام؟ مين اسئله تاني؟ طيب نبتدي نكمل شابتر 1. اوكي؟ طبعا هو زي ما قلت لكم طويل شويه والكلام كله نظري بس دردشه ظريفه قبل ما نخش بقى ايه في العملي، ما تقلقش يعني من اول شابتر 2 كله ايه؟ شغل وتطبيق. فبس نخلص الجزء ده لانه فيه تعريفات ومفاهيم كتيره قوي 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 وبيتسال عليها في الامتحان كتير، خلي بالك. يعني انا مش عايز اصدمكم المره اللي فاتت بس انتوا اوريدي اللي خد الماتيريال المره اللي فاتت يقدر يفتحها ويبص عليها يعني الامتحان بتاع السيستم سكيورتي واكشلي هتلاقي 50% تقريبا من الاسئله نظر يمكن اكتر يمكن تبقى 60% من الاسئله اللي هي في الضم اللي بالتالي هيجي لك منها الامتحان هتلاقي اسئله نظري مش عمل مين القصه؟ ده طبيعي وده اللي انت تقدر لازم تتوقعه على مستوى الايه؟ السيستم سكيورتي. عشان كده الكلام ده مهم مش كلام مجرد كده يعني ايه عادي. كنا وصلنا للريجوليشن اوف سكيورتي تولز وقلنا احنا هنبص على كام حاجه كده بسيطه تاني. ده مش الكورس بتاعنا، دي لمحه كده سيسكو حطها، ده كورس سي اتش. تمام؟ عايز تعرف اكتر الكلام ده كله الكورس بتاعي سي اتش. فدي التولز بعض التولز اللي ممكن تستخدمها، وهنا طبعا ما بيقولكش ان هي هاكينج تولز، انا مش عايز استخدمها او اعرفها كهاكينج تولز، انت لازم تعرفها مش عشان تعمل هاكر. اه بالظبط زي ما كتبت فوق بنتريشن تيستنج، لان انت مش هيبقى اسمك هاكر اكتر ما يبقى اسمك ايه؟ بنتريشن تيست اللي هو بتعمل اختراق للشبكه بتاعتك اللي غلط الاختراق. فاول حاجه طبعا واشهر حاجه قلناها المره اللي فاتت بسرعه كانت الايه؟ باسورد كراكرز، صح؟ اللي هو انك تكسر الايه؟ الباسوردز بتاعتك. وقلنا فيها ادوات كتيره جدا زي لوف كراك ووفل كراك وجون ذا ريفر ريمو كراك ميدوسا كل الكلام الجميل دوت. ودخلنا في موضوع الباسوردات ودخلنا في موضوع الباسورد مانجرز وقلت لك لاست باس وكي باس والكلام اللي شفناه المره اللي فاتت. تمام؟ تاني تول موجود عندنا هي الوايرلس هاكينج تولز، وطبعا دول كتير جدا جدا يعني اشهرهم كازمت بس يعني مين تاني؟ اير تراك ام جي، كازمت، ام سايدر بس سايدر فيها دبل اس 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 اي دي طبعا هو الاسم بتاع النت بتاعتنا زي السيت اي فاير، كازمت، فاير شيب اول مره اشوفه، ده نت ستامبر طبعا ده قديم جدا من زمان. واظن واضح الوايرلس هاكينج تولز بتعمل هاكينج بس وايرلس نتورك، سواء الهاكينج اللي هو ان انا اجين اكسس للنتورك معيش الباسورد بتاعتها او ان انا اكشن مثلا كابتشر ترافيك بتاع النتورك وايرلس او اعمل حاجات ثانيه كتير قوي. تمام؟ مش هندرس طبعا وايرلس سكيورتي ان ديتيلز هنا. نتورك سكاننج اند هاكينج تولز طبعا في كذا اداه موجوده عندنا بس اشهر حاجه ام ال. تمام؟ ما اعرفش ام ال هشوفها وهوريها لكم ان شاء الله في الادوات الاساسيه اللي ممكن تستخدمها اللي انت بتاعتك في سوبر سكان انجري اي دي سكانر نت سكان تول بس زي ما قلت اشهر واحد اسمه ام ماب واحنا بنستخدمه موجود على لينكس. اه موجود اللي هو لينكس طبعا هو اساسا طبعا لينكس زي ما يعني لو قلتش المره اللي فاتت او اقول لكم تاني المره دي لو انت عايز تعرف الادوات ديت تدرسها وتفهمها لازم تشتغل لينكس. اوكي؟ لكش خد كورس لينكس بلس ولا ريد هات مش عارف سيرتفايد سيستم ادمنستريتور ولا عايزك تدرس ويندوز زي ويندوز سيرفر كده بس سيرفر ادمنستريشن، لا بقول لك لينكس
بيزك نولج بتاع لينكس. يعني لو خدت كورس مثلا في لينكس عادي جدا اوبونتو او اي حاجه ثانيه، كورس صغير اللي هو 8 ساعات اللي هو هيديك البيزكس اللي انت بتشتغل ازاي، ولينكس البيزكس بتاع السي ال اي بتاعت مش عايز حاجه من الاخر. وبعد كده طبعا تروح تشتغل بواحده من الادوات المشهوره وبتشتغل جوه اوبونتو، بس طبعا اشهر ديستريبيوشن لينكس لازم تشتغل اللي هو كالي. كالي لينكس اللي كان زمان اسمه ايه زمان؟ اسمه ايه كنت لسه بجيب سيرته امبارح؟ نسيت اسمه؟ باك تراك. كان اسمه باك تراك. اوكي؟ طيب يبقى اذا الادوات كلها موجوده لينكس، في بعضها موجود ويندوز يعني ما هو ويندوز تمام، في ادوات ثانيه موجود لوست كراك موجود ويندوز، بس زي ما قلت لك الادوات الجامده كلها والحاجات الجامده كلها هتلاقي لينكس. الباكيت كرافتنج تولز زي ما كان لسه محمد بيسال عليها بيقول لك بتكرافت فور باكيتس، يعني بتزور باكيت عشان خاطر تحط الحاجه بتاعتك اللي انت عايزها فيها، زي اتش بينج، اس كي بي، اس او كات، سيما، نت كات، ان بينج، ونمسيس. تمام؟ يعني يمكن المشهور منهم نت كات ده من الاقل اللي انا اعرفه يعني. ويانا سيما برضه. مشهور؟ سيما. طبعا كل واحد بيقول لك ليه كرافت باكيت معينه عشان مهاره تارجت معين، يعني مثلا واحد منهم مثلا مش هتذاكر اي اس هو هتلاقيه بيستخدم في الكورس، في كورس على فكره كالي لينكس كانوا منزلينه سي بي تي ناجتس برضه للبريسيتي بيقولوا لك بوركم، وفي كي سباركل اي ثينك قاعد وشغال على كالي لينكس وبيجرب حوالي 30 40 تول بالتولز ديت فبيوريها لك، يعني مش كورس سي اتش بس هو كورس على كالي لينكس وبتقدر تعمل بيه، فظريف جدا يعني، وبيتست على ريل ديفايسز يعني يعمل هاكينج على نتورك وتشوف اللي بيحصل، فحاجه ظريفه. فاحد الادوات دي مثلا تقدر تكرافت بيه في تي بي باكيتس، دي تي بي باكيتس، اس تي بي باكيتس، حاجات اللي هي تقدر تهاجم بيها السويتشز بتاعت سيسكو وتتعامل معاها بطريقه يعني تخليك تعمل اللي انت عايزه. في بلجنز على الفايربوكس، في بلجنز بتنزل على الفايربوكس تعمل عدلت الباكيت ده بعد لها سنين ما شاء الله. بلجنز على الفايربوكس شوف وصلت على درجه ايه، مش محتاج تنزل تول حتى لا ويندوز ولا لينكس يا عم. بلجنز على الفايربوكس. الباكيت سنابرز طبعا زي الواير شارك اشهر حاجه، في حاجه ثانيه برضه زي تي سي بي دامب ودي سناب تمام، الباقي ما اعرفهمش قوي يعني، دي سو ايه بارس فيندر مش عارف رات بوكس اس اس ام سكريبت، لكن طبعا عارفين كلنا الباكيت سنابرز اللي كلنا اشتغلنا وشفنا واير شارك في سي اي. الروت كات ديتكتورز طبعا الروت كاتس ديت حاجه من اسوء الحاجات اللي ممكن تنفكت الجهاز بتاعك، وهي عباره عن يعني حاجه بتبقى موجوده بدرجه كبيره جدا، يعني داخله جوه حاجه جديد. كبيره كم جامده قوي في الجهاز او من الاساس اللي الاوبريتنج سيستم بتاع الجهاز، عشان كده عليها روت اللي هي داخله لعمق الايه الجهاز عندنا. دي طبعا الديتكشن بيقول لك زي ايب ونت فلتر وبي اف اوبن بي اس دي باكيت فلتر، كل دي ادوات عشان خاطر تعمل لك حاجه اسمها دايركتوري اند فايل انتجريتي تشيك. يعني ايه الكلام ده؟ انا الروت كات ديت بتربط نفسها مثلا باكسبلورر دوت اي اكس اي اوكي، مثلا بتربط نفسها بالكرنال بتاعك بتاع ويندوز اوبريتنج سيستم، فطبعا يعني الحاجات دي فايلز مهمه جدا وسيستم فايلز، فانا اعرف منين هي انفكتد او هي اصلا بايظه عن طريق ان انا بقارن الايه الانتجريتي بتاعتها او الهاش بتاعها او السيجنتشر بتاعها زي ما هي المفروض تبقى موجوده وزي ما هي عندك. يعني مثلا انا شاكك في فايل معين في السيستم بتاعي، اقدر اجيب اكشن من مايكروسوفت نفسها او من مواقع كتيره موجوده على النت، الفايل ده المفروض يبقى الهاش بتاعه ايه؟ عشان تبقى فاهم يعني طبعا انا مش هدرس هاشنج دلوقتي، بس سريع الهاشنج لو فاكرين جبنا سيرته في اثناء السي سي ان اي الاشهر حاجه ليه؟ الام دي 5 اللي كان معانا طبعا تفصيل اكبر بكتير في الشابتر بتاع الكريبتوجرافي، بس الهاشنج معناه ان لو في مثلا عندي ده فايل معين اوكي موجود، لو انا شغلت الام دي 5 كفانكشن رياضيه زائد الفايل دوت هيساوي يطلع ايه؟ شويه حروف وارقام كده بهذا الشكل اوكي؟ ده اسمه الهاش او السيجنتشر. فاذا لو انا معايا الفايل الاصلي وعملت عليه ام دي 5 بيطلع لك الهاش ده، لو الفايل بتاعك اتلعب فيه باي طريقه زي موضوع الروت كات دوت يبقى هيحصل ايه؟ هيبقى هاش مختلف. تمام؟ فاذا ساعتها نقدر نديتكت او نعرف لو الفايل اتغير او حصل فيه حاجه، حتى لو الانتي فايروس بتاعك ما شافش يعني فاهمين القصه؟ ده مش انتي فايروس، المرض بتشيك الفايل ايه نفسه. اوكي؟ فازرز ودي حاجه يعني فظيعه جدا اسمها فازرز، وجايه من كلمه فاز ومعناها من الاخر داتا عشوائي، يعني ده اقرب تعريف ليها بالعربي ممكن. تمام؟ يقول لك تولز يوز فور هاكرز وان اتمبتنج تو ديسكفر كمبيوتر سيستم فولنربيلتي، يعني بدور على نقطه ضعف. ف ببعت داتا عشوائيه لسيستم سوفت وير او سيرفيس معينه موجوده في السيستم دوت وبشوف اللي بيحصل.
الفكره اللي هي الداتا العشوائيه دي مش حاجه محدده. يعني انت الفكره التولز اللي هي بتبقى راندوم على قد ما طبعا الفانكشنز اللي بتبقى موجوده، وبالتالي بتطلع يعني حاجات غريبه، بتطلع في الاخر ممكن السيرفس دي تطلع او ممكن انت جين اكسس او لحاجه من غير ما انت تعرف. في جاي لك بعض اسمها زي سكيب فيش وبي تي وواف تقريبا او دبليو سي اف. اوكي زي ما قلت طبعا التولز دي مش يعني مش قصتها، لكن ايه عشان تبعت الفورنسيك تولز اللي هي الادوات بتاعتنا اللي بنستخدمها الوايت هات هاكرز المفروض او احنا طبعا برضو عشان سنيف اوت اي تريس اوف ايفيدنس، عشان ندور على ايفيدنس او دليل معين لحاجه جريمه معينه حصلت. زي ما قلنا في اصلا شهادات مخصوصه لهذا الموضوع اللي هي الفورنسيك اناليسيس. دي بالز اللي لسه متكلمين عليها. تمام بيقول لك تو ريفرس انجينير باينري فايلز وان رايتنج اكسبلويتس، يعني اي برنامج زي ما قلت طبعا جبت لكم سيل جيم يعني، بس الكلام ينطبق على اي برنامج. انا بنزل برضه برنامج وعايز له كراك. تمام فبشغل الديبوجرز ديت واقدر اعمل حاجه اسمها ريفرس انجينيرنج. طبعا ده موضوع كبير جدا مش هنخش فيه، بس الهندسه العكسيه ديت ان يبقى معاك حاجه وتقدر ترجع للاصل بتاعها من غير ما يكون معاك الاصل بتاعها. فانا لو معايا السورس كود بتاع البروجرام او بتاع الجيم فخلاص انت معاك ده هو الاصل، لكن ازاي اقدر ادجها تاني من غير ما يكون معايا الاصل بتاعها. طبعا هاكينج اوبريتنج سيستمز زي كالي لينكس، اس اي لينكس، نوبكس، باك بوكس لينكس اللي عندك امثله ليهم. طبعا اشهر واحد هو مين؟ كالي. في الواي فاي سلاكس ده مخصوص للواي فاي يعني؟ الواي فاي اسمه ايه؟ واي فاي سلاكس. واي فاي سلاكس اسباني. اوكي اسباني كمان؟ اه كويس جميل. زي ما قلت الحاجات دي بتفتح نقاشات، واي حد لو قلت لكم الاول في الجزء ده بالذات اللي هو في كلام لو عنده حاجه عايز يضيفها او معلومه او يعني انكدوتس يقولوا. الانكربشن تولز طبعا دي بنستخدمها عشان خاطر نحمي محتويات الحاجه بتاعتنا. دخلنا بقى في الايه؟ في البروتكشن يعني مش الهاكينج دلوقتي زي مثلا حاجات الكريبشن زي اس اس اتش او اوبن اس اتش اوبن اس اس ال تور اوبن بي بي ان اس بابل سايبر شيل فيرا كريك. في ادوات كتيره جدا جدا. فولنربيلتي اكسبلويتيشن تولز دي طبعا ادوات بتقول لك شوف عندك يا ترى انت فولنربل ولا لا لاتاك معين، يعني الاخر بتشوف عندها لسته معينه من الاتاكس او النقط اللي هي الضعف وبتعمل سكان عليها. من اشهرهم في الحقيقه اللي هنتكلم عليه دوت الاس اي تي شايفينه سوشيال انجينيرنج تول كيت. اوكي دي حاجه ظريفه جدا عشان تيست ضد السوشيال انجينيرنج اللي جت سيرته بسرعه المره اللي فاتت، هنتكلم عليه تاني مع بعض. فولنربيلتي سكانرز نفس الكلام، بتعمل زي اللي فوق بالظبط بتسكان لفولنربيلتيز معينه زي نيبرز كونيا بي اس اي كور ايباك نيسس طبعا مشهور جدا جدا يعني اشهر برنامج بعد ان ماب الياء سيلد اوبن ماز وهكذا. طبعا زي ما قلت عايز تعرف اكتر من الكلام ده كله عيش حياتك على السي اتش اتاك كتير جدا جدا. برضه سريعا هنبص بقى على النتورك هاكينج اتاكس انواع مختلفه كده بسرعه بدون تقسيم، لسه هناخدهم نوع تقسيم كده ظريف قدام عشان خاطر هم كتير قوي بس دي امثله فقط. ايف دروبنج اتاك اللي هو التجسس، انك تتجسس على باكتس ماشيه في النتورك عندنا، سميه سنيبنج سميه سلوبنج سميه ايف دروبنج كله يعني نفس الشيء، وده غالبا ممكن بيحصل في اللان وفي الوايرلس لان بسهوله. لو انت مش حامي النتورك بتاعتك صح يقدر زي بيعمل اتاك مثلا على السويتش ويحاول السويتش الهاش. تمام وبالتالي يقدر يجين اكسس لكل الداتا اللي ماشيه في الشبكه. طبعا الوايرلس اكسس بوينت لو انت مش عاملها حمايه مخصوص انكربشن عالي برضه ممكن يقدر يوصل لحاجه زي كده. داتا موديفيكيشن اتاكس معناها ان انا هانترسبت الداتا في النص واعدلها قبل ما توصل للطرف اللي كان المفروض توصل له، وده غالبا بيحتاج مساعده واحد تاني من تحت اسمه مان ان ذا ميدل. اي بي ادرس سبوفنج اتاك. السبوفنج طبعا الكلمه دي هتشوفها كتير قوي، بنسبوف الاي بي ادريسز بنسبوف الماك ادريسز بنسبوف حتى الهوس نيمز كل حاجه عندنا ما شاء الله بنعملها سبوفنج حتى السيرفيسز اكشلي لغايه درجه اللي هي السيرفر يعني. باسورد بيست اتاكس زي ما اتكلمنا لسه متكلمين عليها ان انا اكراك الباسورد يا اما عن طريق ديكشنري اتاك يا اما عن طريق جيسنج. والجيسنج ده يعني نفس الفكره فاتت بس جيسنج بيعتمد شويه على السوشيال انجينيرنج. ان انا لو عايز اخمن مثلا ايه الباسورد بتاعت وائل اقعد اتتبع وائل كده كذا يوم. تمام ممكن اتتبعه في الحقيقه ممكن اتتبعه على الانترنت لغايه لما جس الايه الباسورد بتاعته. اوكي انت مثلا من احد الادوات اللي هي المفروض معموله على الويب سايتس عشان خاطر تحميك انت لو انت نسيت الباسورد هي ايه؟ في تعمل اكونت ويب سايت يقول لك حاجه لو انت نسيت الباسورد تلاقيه بيطلب منك حاجه سكيورتي كويشن. تمام تلاقيه يقول لك حط سكيورتي كويشن او اختار سكيورتي كويشن وات از يور فيفرت كار
وات از مش عارف ايه فاهم فاهمين حاجه زي كده عشان خاطر دي تساعدك ان انت تفتكر ان ايه الباسورد بتاعتك او تساعدك ان انت هو نفسه يعملك ايه عمليه ريسيت للباسورد حسب طبعا الايه السيستم نفسه. بس الهاكرز اكشلي ممكن يستغلوا هذا الموضوع عشان خاطر يوصلوا للايه للسيكريت وورد بتاعتك او للباسورد اوكي. دلنا في سيرفيس اتاك هنتكلم عليها سيكشن كبير لوحدها قلناها برضو بسرعه انك تسمع عن حاجه وقعت او سيرفيس معين او سيرفر معين وقع هو ده دلنا في سيرفيس اتاك هنتكلم عليه وعلى ديستريبيوتد دلنا في سيرفيس نفس الكلام مالك دلنا هنتكلم عليه كومبرومايز كي اللي هو اي كي عندنا اللي هو زي الباسورد بس ممكن غالبا هنا بيبقى سيكريت كي بنستخدمه مثلا في الكريبشن ده لو كومبرومايز يعني حد يقدر يحصل عليه طبعا كل الكريبشن بتاعه مثلا ملوش اي فايده. السنايبر اتاك اللي هو بيكابشر داتا يعني اختلفش كتير عن الايبس روبي زي ما دي امثله سريعه جدا جدا بنعدي عليها بسرعه عشان خاطر تبقى بس الاسماء في دماغك مش ايه مش عارف. اول حاجه هنبص عليها بدقه بقى بعيدا عن السرعه اللي فاتت كله بسرعه فسيبك منه مش قوي لكن اللي جالي بقى اي حاجه كده سلايدز مخصوصه كده يبقى ممكن تسال عليها في الامتحان حاجه مهمه. المال وير عندنا طبعا كلمه مال معناها مرض فزي في سوفت وير هارد وير مال وير سواء مالشيوس سوفت وير وده اللي بيبقى حاجه يعني مضره بالنسبه لنا زي الفيروس والورم والتروجن هورس والروت كاتس والباك بونز والسباي وير والبوت نت والكي ستروك لوجرز والفيروس كتيره جدا اوكي قلنا كده ليست كده. طيب قبل ما نخش في الانواع بتاعتهم ونفرق ما بينهم ازاي واي لايك مالشيوس كود يعني ليه اصلا الناس بيكتبوا الكود ده؟ زمان كان الموضوع موضوع يعني دايما اللي بيكتب الحاجات دي كانوا ناس صغيرين في السن ممكن نقول في مرحله المراهقه وطبعا في المرحله دي انت ما فيش دماغ بجد وكل اللي عايز تعمله تثبت ان انت احسن من الاخرين الثقافه اللي انت ايه ذا بيست يعني ومحتاج التقدير من الناس اللي معاك يعني. لكن طبعا الموضوع دلوقتي بقى اعقد من كده بكتير لان الموضوع زي ما قلنا المره اللي فاتت بقى بيزنس بقى مافيا بقى حاجه شغاله بتخش في مليارات الدولارات في اللي هي السنه دلوقتي. طبعا النهارده الدنيا ايه اختلفت خالص رايت الكود توداي يقول لك الدنيا عندنا دلوقتي بقت صعبه جدا لدرجه ان بص 2008 يعني 8 سنين سيمانتيك بتاعت نوتل طبعا انتي فايروس عارفينها تقول له ريليس ريت اوف ماليشيس كود اند اذر انوانتد بروجرامز ميبي اكسيدنج ذات اوف ليجيتمت سوفت وير بلاش طبعا ده عندنا من زمان بمعنى السنه الواحده مثلا بينزل فيها كام برنامج؟ تخش داونلوده بفلوس او ببلاش 1000 برنامج كان زمان بينزل برامج وبينزل ماليشيس كود برامج كانت اكيد اكتر من ماليشيس كود كتير. النهارده طبعا 2008 دي قديمه قوي الماليشيس كود عدى بمراحل اللي الارقام بتاعت البرامج يعني انت طبعا كميه البرامج رهيبه في الدنيا لو فكرت فيها الاف البرامج بتنزل كل سنه رغم كده الماليشيس كود عندنا اللي بينزل كل سنه بقى اكتر من كده بكتير. الثلاثه الكبار اللي سيسكو عايزك تفرق ما بينهم للاكزام اوبجيكتيف هم فيروس وورم وتروجن هورس. اولا حته ان انت تمسك واحد من المالويرز اللي بيحصل النهارده وتقول ان هو اي واحد من الثلاثه دول بوضوح شديد ممكن يبقى صعب لان ممكن يكون عنده خواص من ده او من ده او من اثنين او من الثلاثه حتى مع بعض. يعني الموضوع وصل دلوقتي بقوا فيري سوفيستيكيتد لهذه الدرجه هم وصلوا التعقيد بتاعهم ان هم ممكن يبقوا اكتر من حاجه مع بعض ما يتقالش عليهم حاجه واحده. طب بس هي ايه الحاجه دي؟ يعني ايه كل واحد من دول؟ خلينا نبص عليهم واحد واحد. الفيروس هو لازم يكون مرتبط تعريفه الرسمي يعني بباينري كود يعني حاجه بتتنفذ زي مثلا في الويندوز الحاجه اللي اسمها EXE تمام دي ال ال دي برامج بتقدر تتنفذ اوكي. فالبرامج اللي بتتنفذ دي بيبقى ملتصق فيها او مرتبط بيها فيروس اوكي. يعني انا بروجرام معايا مثلا زي نوت باد، نوت باد ده ملف موجود في نوت باد دوت EXE لو الملف ده جات انفكتد باي فيروس معناه ايه؟ ملف زي ما هو بس زاد عليه مثلا 5 كيلو بايت 1 كيلو بايت حتى ممكن كود زياده تمام. الكود الزياده ده هو الايه؟ الفيروس اللي لزق. فطبعا عشان الفيروس ده بعد كده يبقى انفكت الجهاز ده بتاعك او اجهزه اخرى ثانيه كتير لازم الملف ده يبقى ايه؟ اكسكيوتد. فانا لو عندي نوت باد وانا كده انفكت الجهاز خالص وبعدين عملت كوبي نوت باد ده وبعته له كوبا ايميل او بعته على فلاش درايف او على سي دي وهو انفكت زي ما هو يبقى لما يوصل عندك وتشغله هيبقى انت كمان هتبقى ايه؟ انفكت. مين القصه؟ لازم الفيروس لازم يبقى فيه موجود عندنا زي ما قلنا انترفنشن يعني عملها لك كابيتال ليترز لازم يوز الانترفنشن تو سبريد عشان ينتشر ويبدا ينشر نفسه لازم تكسكيوتو تبعته باي او نتورك باي وات ايفر عشان خاطر ايه يوصل ويبقى موجود عند الاخرين.
التروجن هورس او حصان طواله، طبعا الصوره هنا لو مش فاكرين يعني طبعا كلنا عارفين القصه او مش عارفين القصه اللي هو بتاع تروي والحرب اللي كانت حاصله ما بينهم وما بين الجريك، وبعدين الحرب لسه بقى سنين طويله جدا، وفي اخر الحرب لقوا الحصان ده موجود وان هم مشوا وده هديه. طبعا هو اللي كان هديه ولا حاجه، وبعد ما دخلوا جوه المدينه كانوا الجنود مستخبيين جوه. الفكره بتاعته طرده زي انت جايب حاجه شايفها كويسه زي هديه بس هي جواها مصيبه، تمام؟ فطبعا بالنسبه لنا احنا معناها ايه؟ معناها مثلا انت يعني فايل بي دي اف مثلا، فايل صوره، فانت فاكر ان هو بي دي اف كتاب او صوره هي حاجه وانا عايز اشوفها، بس اكشولي جواه موجود ايه؟ الماليشيس كود بتاعه، هو ده الترويجن هورس، هو جواه اكشولي حاجه ثانيه خالص غير الايه؟ الحاجه الاصليه اللي هو يدعي بيها ان هو مضاهي. في منه انواع كتير جدا جدا برضه، نظره سريعه مش لازم تحفظهم يعني. ريموت اكسس تروجن هورس زي ما قلت باسمه ده، لما بينزل الحاجه المستخبيه جوه حاجه ثانيه بيجين اكسس الهاكر، بيجين اكسس الديفايس بتاعك. داتا سيندنج تروجن هورس بيديك اي، بيقعد يجمع الداتا اللي بتتكتب زي باسوردز مثلا، وبنسميه ساعات الكي لوجر. الكي لوجر اللي هو كيبورد لوجر اللي هو بيلوج كل حاجه بتتكتب على ايه؟ على كيبورد، وبعدين يجي في وقت معين بيجمعهم في فايل وجاي باعتهم للايه؟ للهاكر. Destructive Trojan Holes بيكوربت أو ديليت فايلز اللي هو اللي اسمه Proxy Trojan Holes، بيخلي الكمبيوتر بتاعك بروكسي عشان الهاكر يستخدمه يخبي نفسه من حد تاني. يعني فاهمين الفكره؟ هو لما تيجي تتعقب اتاك معين بتوصل للاي بي ادرس، اوكي؟ اوصل للاي بي ادرس بتاعنا، انا بقى انا ما عملتش حاجه، اوكي؟ حد ايه؟ كان مستخدمك انت كبروكسي. ال FTP Trojan Holes بيقول لك Open Port 21، وده طبعا بيقول لك يعني بيستوب انتي فايروس بروجرامز اوف فاير وولز فروم فانكشن. يعني ده بيقدر يعمل لا ده واحد تاني سوري لا ال اف تي بي تروجن هورس بيفتح بورت 21 مش هيقدر يستخدمك انت ك اف تي بي سيرفر، لكن اللي بعديه على طول سكيورتي سوفت وير ديسيبل تروجن هورس، ده ظريف جدا وظيفته ان هو يديسيبل الفاير وول والانتي فايروس، تمام؟ طبعا يعني ايه هتلاقي حاجات جميله جدا ممكن تحصل عندك. بلاين اوف سيرفيس تروجن هورس سلوز اور هولد داون اي هوست نتورك اكتيفيتي، اللي هو طبعا اللوس او الدنايل اوف سيرفيس. سوري سليب كده واحده. الورم بقى اختلاف عن الفيروس في ايه؟ بيقرب للفيروس اللي هي ماليشيس كود، لكن مش محتاج يوزر انترفنشن. غالبا انت بتجيت افكتد بالورم ديت انك تليك لينك بتجي لك في الايميل، انك تفتح ويب سايت وتجيت انفكتد من انت فتحت ويب سايت، تمام؟ فاذا بيقول لك انت نيد يوزر انترفنشن عشان خاطر ايه؟ تنتشر ايا كانت الطريقه اللي جت بيها لليوزر الاصلي، لكن بعد كده ممكن تنتشر. يعني انا جت انفكتد دلوقتي الجهاز بتاعي انفكتد باي ورم من غير ما انتوا تعملوا حاجه للاجهزه بتاعتكم، ده بس احنا في شبكه واحده ممكن انتوا تبقوا انفكتد من غير اي حاجه، ما فيش اي انترفنشن من ناحيتكم، ولا كليكت حاجه ولا فتحت ويب سايت، انا ما فيش عندي حاجه، لكن ممكن تريك تجاك انك هم بيديبليكيت. هم طبعا جت الورم منين؟ لو عارفين في بعض انواع البيبان حقيقه لما بتتقطع نصين بتلاقي ايه؟ يعني جت دوده وقطعتها نصين، ايه اللي بيحصل؟ كل جزء بقى لوحده، بقى دوده لوحده، بقى دوده لوحده، تقعد تقطعها نصين تلاقي كل جزء بقى دوده لوحده، كل جزء، فهي دي الفكره، هي تنتشر وتنتشر وتنتشر بدل ما يبقى واحده بس، اللي هي بقت ايه؟ بقت 1000. طبعا مثال لاحد الورمز المشهوره جدا الاس كيو ال سلامر وورم، دي حصلت في 2001 وكانت الحقيقه سلود داون بالجلوبال نتورك انترنت ترافيك بسبب ال اوفر 250,000 بوست وير انفكتد وزيت 30 مينتس. ادي اكشولي شكل الخريطه بتاعتها، وبعد 19 اور ادي شكل الخريطه بتاعت العالم. الانفكشن كان عامل ازاي؟ واجي بالك كانها فيروس عقيده يعني، تسمع عن فيروس الايبولا مثلا ولا حاجه لا سمح الله، فبيعرض لك كانها زي كده، دي المناطق الانفكتد، وبعدين ده كده ايه؟ العالم كله بقى زومبي دلوقتي. اوكي؟ طبعا اس كيو ال سلامر ديت اكشولي يعني مشكله بالنسبه لنا لما حصلت، لان هي قدرت يعني انفكت عدد ضخم جدا من اس كيو ال سيرفرز اللي موجوده في الدنيا، بس كانت درس كبير بالنسبه للنتورك ادمنستريتورز عشان خاطر ان الباج او مش الباج سوري الفولنبيلتي نقطه الضعف اللي لقيتها الورم دي واستغلتها كانت اكشولي باتش باي مايكروسوفت. يعني هو الاس كيو ال سيرفر فيه نقطه ضعف، فالورم دخلت منها، مش قلنا فيه فولنبيلتي ومحد يخش منها. نقطه الضعف دي اوريدي مايكروسوفت كانت عارفاها وسددتها، يعني ايه سددتها؟ عملت باتش خلاص بعد ما ابديت الاس كيو ال سيرفر بتاعك مفيش مشكله، بس الاكشولي اللي حصل ايه؟ ثلاث ارباع الناس او اغلبيه السيرفرز ما كانوش عاملين باتش، تمام؟ طبعا ده غير خالص في سياسات ناس كتيره جدا ديت وكذا حاجه ثانيه. طبعا لو قعدنا دخلنا في تاريخ السكيورتي مش هنخلص الحقيقه، لكن يعني ديت وكذا حاجه ثانيه غيروا خالص السلوك بتاع موضوع الايه؟
من ابديت او باتشنج بتاعها. مايكروسوفت مثلا غيرت عملت موضوع يوم الثلاث ده ما كانش موجود الكلام ده زمان. يعني الباتش تيوزداي دوت اللي هو اليوم الثلاث بتاع الباتشنج تمام بتاع مايكروسوفت المفروض ده هو اللي بينزل فيه ويندوز ابديت ده ما كانش موجود الحاجات دي زمان. وده حصل بسبب الاحدكس والمصايب اللي حصلت في النص. Anatomy of a war وده سيسكو عايزك تعرفه فركز ايه الاناتومي اوف وور ده بيقول لك الوور عندنا بتتكون من ثلاث اجزاء الانيبلنج فولنبيلتي لسه زي ما قايلين دلوقتي لسه كان سيرفر كان فيه نقطه ضعف يبقى لازم فيه نقطه تخليك تخش انا منزل ويندوز فايرفوكس بتاع دوت فيرجن مش عارف 33 مش عارف هو كام دلوقتي 45 ولا رقم كام دلوقتي بس رقم كبير يعني انا منزل فايرفوكس قديم اوكي معايا جايبه من سنه ولا حاجه طب حضرتك هم بيابديتوا فايرفوكس ده بس عشان يزودوا فيه خلاص لا من احد الاسباب بس اللي بيشغلوا شويه ينزلوا فايرفوكس جديد وكروم جديد لدرجه ان هم بطلوا ينزلوا فيرجنز عاديه طيب بياخد دماغهم يعني الفيرجنز الطبيعيه في السوفت وير بيبقى نازل ازاي؟ كانوا بينزلوا كده زمان يعني مثلا 1.1 1.2 ويقعد مشكله لغايه مثلا توصل 2.0 2.1 ولغايه دلوقتي في برامج كتيره شغاله كده بس البراوزرز تلاقيهم بطلوا يعملوا كده لان هم اكشولي يعني السوفت وير الطبيعي ممكن تقضيته في السنه الجايه 3 4 مرات ده بيحصل في البراوزر بتاعك ممكن في شهر واحد يعني ممكن في شهر واحد تلاقي جوجل كروم او فايرفوكس عمال تقضيه 3 4 مرات ده شيء طبيعي ولازم يحصل يعني فما فيش فيه مشكله يبقى اذا لو انا عندي البرابيلتي موجوده في الجهاز بتاعي براوزر سوفت وير مخصوص هارد وير مخصوص في نقطه الضعف يبقى الورم هتدخل نفسها عن طريق البرابيلتي ديت. تاني حاجه لازم تبقى كومبوننت في الورم بروباجيشن يعني لو مفيش بروباجيشن ما يبقاش اسمها ورم بروباجيشن يعني هتوزع نفسها حته اللي هي تتقطع وتنتشر وتنتشر في كل حته ازاي هتوزع نفسها طبعا في ميكانيزمز كتيره جدا مش هنخش في التفصيل بتاعها بس هي تقدر توزع نفسها على النت تقدر توزع نفسها على اي فلاش درايف بتوصل او دي في دي حتى لو بتعمل رايتنج دي في دي تقدر توزع نفسها عن طريق انها بطريقه بعض الميكانيزمز ان هي تجيب اكسس للاوتلوك عندك وتبعت لكل الناس اللي عندك في الانبوكس في الكونتاكت سوري تبعت لهم ايميل فلازم يبقى في عندها ميكانيزم للايه؟ للانتشار. اخيرا بقى البيلود اللي هو بقى الايه؟ الحقيقي اللي بيحصل اللي هو انا في الاخر كاتاكر بقى عندي اكسس دلوقتي للهوست دوت اللي عليه الورم اقدر بقى استخدمه لايه؟ وات ايفر اللي انا عايزه البيلود ده اللي هو النتيجه النهائيه اللي هتحصل من ايه؟ من الورم انت عايز تستخدمها في ايه؟ النهارده يعني يمكن 60 70% من الورمز الهدف بتاعهم حاجه واحده انه ياخد اكسس للجهاز بتاعك ويلاقي يعني اكشلي ينزل على الجهاز بتاعك وينشر نفسه عادي زي ما قلت في الخطوه الثانيه لكن بعد كده ينام ما يعملش اي حاجه تمام؟ وفي اكشلي منهم اللي اسمهم ايه دلوقتي؟ اي ام تي افتكر اسمهم دلوقتي اللي هم ادفانسد حاجه اي تي ام اسمهم اي تي ام تقريبا افتكر لكم اسمهم دلوقتي اللي هو بينزل على الجهاز بتاعك بيستخبى اوكي بدرجه يعني مش بيستخبى سريع يعني اكشلي بيستلف بيخبي نفسه بطريقه بطرق كتيره جدا بس هو ما يظهرش اي انتي فايروس بيسكان ما يعملش اي اكتيفيتي على النت فاهمين الفكره اللي هو حد انا خلاص دخلت نام خالص لفتره طويله يبقى بيخش بعمق شديد جدا ويخبي نفسه بدرجه طويله جدا لفتره طويله لغايه لما تيجي الوقت اللي هو الهاكر محتاج يشغله فيه تمام بتريجر معين ممكن يعني تريجر مسج تديله او اكشلي زي بعدات يعني هو مش هيشتغل بيبقى عارف الورد بعد ما نزلت لك ان هي هتشتغل يوم كذا الساعه كذا تبدا تشتغل. اوكي؟ فطبعا دي يعني حاجات معقده جدا ان انت تقدر تحمي نفسك ضدها. محتاج طبعا حاجات يعني هنتكلم عن الكلام دوت في الاند بوينت سكيورتي اللي هو الشابتر اللي بنتكلم فيه على الحاجات اللي زي الانتي فايروس والحاجات ديت. فهنتكلم النهارده على الانتي فايروس النهارده مش كفايه، هنتكلم عن حاجات بقى زي الادفانس مالوير بروتكشن مثلا بتاع سيسكو، احد السوليوشنز بتاع سيسكو اسمه اي ام بي، هنتكلم عن حاجه اسمها ساند بوكس، هنتكلم عن حاجات كتير عشان خاطر انا ما اقدرش دلوقتي اوقف ديت بالطريقه القديمه بتاعت الانتي فايروس. اوكي؟ فهنتكلم عن الحاجات دي ان شاء الله في الشابتر بتاع ايه الاند بوينت زي ما قلنا. اوكي. الورم كومبوننتس جا اكزامبل بس زي ما قلنا الثلاث حاجات بتوعها فهي دي اسمها كود ريد وورم دي برضه كانت مشهوره جدا زي استخدامها كده في توب 5 وورمز في التاريخ دي واحده منهم اسمها كود ريد وكود ريد كانت بتمشي بهذه الطريقه نمبر 1 بتبروباجيت بتنشر نفسها لمده 19 يوم نمبر 2 بتلانش دوس اتاك فور ذا نيكست 7 دايز دوس هو ده اللايف سيرفيس اللي بتهجم على سيرفيس او حاجه معينه نمبر 3 ستوب اند جو دورمنت بتخش في حاله خمول او نمبر 3 ايام وبعدين ريبيت سايكل تبدا تاني تنشر في تنشر نفسها لمده 19 يوم تهاجم سبع ايام تنام كام يوم وهكذا دي الايه السايكل بتاعت الورم. في بعض الحاجات الثانيه غير الثلاثه الكبار بقى اللي هم الفيروس والتروجن هورس والورم فكل الحاجات دي اضافيه زي رانسوم وير وطبعا ده احد اسوء الحاجات اللي موجوده دلوقتي ما
بقاله اعتقد سنتين دلوقتي او ثلاثه داخل في كده، وحاجه جديده ظهرت اللي هي يعني اللي فكر فيها كان شخص شرير للغايه، قال لك هو انا جيت اكسس والكلام ده كله وخدت جهازك بستخدمه دلوقتي سيرفيس او بسرق منه باسوردات او بعمل فيه مش عارف ايه، طب ما اسرق منك فلوس انت شخصيا باسهل طريقه ممكنه، من غير بقى بحاول اسرق اليوزر نيم والباسورد بتوع البنك، لا مش هسرق البنك ولا انا بنفسي، انا هسرقك انت شخصيا وانت هتديني فلوس وانت راضي تمام، وانت كمان فوقيهم بوست ليه؟ هتعمل ايه؟ ما وصلتش لايه؟ هنزل على الجهاز بتاعك وطبعا بطريقه ذكيه هدور على الدوكيومنتس اللي موجوده عندك على الجهاز تمام واعمل لها انكربشن تمام؟ انكربشن يعني تشفير. التشفير ده انا لسه ما درسناهوش بالتفصيل بس لو فاكر ان سي سي ان اي بيتم عن طريق الجوريزم معين ومعادله. الالجوريزم كله معروف لكن فاضل سوري المعادله هي الالجوريزم، الالجوريزم ومفتاح. فالالجوريزم او المعادله معروف فيه لكن فاضل ايه؟ المفتاح. فهو الهاكر معاه المفتاح. خلاص الداتا بتاعت حضرتك اتشفرت وانسى تمام؟ في فيروس اسمه كريبت وول برضه. كريبت وول؟ اه ده برضه يعني كل الداتا دي كانت حاجه طايره لما تعمل صفحه وتكتب لك فيها رقم موبايل بره او ايميل بره ويقول لك الكود. لا هو معظمهم بره بيستخدموا اسمه ايه دوت؟ اسمه ايه؟ بيتكوين عشان تدفع بيه اوكي؟ طبعا بيتكوين ده انا ما اعرفش لو وسيله مالي موجوده على الانترنت المفروض ان هي يعني انتريسبل طبعا هي تريسبل كل حاجه في معظم الوقت لكن يعني انتريسبل للعاديين للناس العاديين تريسبل بالنسبه ممكن للحكومات والناس ديت يقدروا يعملوا حاجات معينه مش في كل الوقت يعني. المهم ان هي وسيله للدفع يعني صعب جدا انت مش زي شيك ولا زي اي حاجه ثانيه والهاكر او اللي هو الاتاكر اللي نزل الرانسوم وير على الجهاز بتاعك طبعا الكلام ده حصل في مصر حوالينا في 100 مكان انت بتسمع بتخش بس يعني بتخش على فيسبوك تلاقي الناس بتخش على موضوع يا جماعه حول لي الشركه عندي الشغل عندي الدنيا باظت وكل الداتا بتاعتنا دي اتشفرت. كل حاجه ضاعت. لو انت ما عندكش نسخه احتياطيه لو ما بتعملش باك اب ريجولري الحاجه بتاعتك دي ضاعت. اوكي؟ يعني ده اكشلي مثلا كان لسه الشهر اللي فات مجموعه مدارس في كندا كذا مدرسه تحت اداره واحده او حاجه زي كده حصل لهم حاجه زي كده ودفعوا مش عارف ربع مليون دولار او رقم زي كده اللي هي الوالدة ما يقدروش يعملوا اي حاجه، الداتا بتاعت المدارس كانوا متصورين يعني دي لو ضاعت يعني كل الداتا اللي موجوده بتاعت الطلبه كلهم موجودين، الحسابات كلها بتاعت الطلبه دي وبتاعت المدرسين والموظفين، كل الداتا دي انكريبت متشفره ما تقدرش تقول طب ما نكسر التشفير بتاعها يا سلام ما كانش حد طبعا يعني قلت لكم قبل كده التشفير اكشلي النهارده قوي جدا جدا لدرجه ان انت مش هينفع تكسره اوكي؟ لسه يعني لما نتكلم شابتر التشفير هنتكلم حتى الناس خايفه ان التشفير اللي يتكسر من الكوانتم كومبيوتنج والكوانتم كومبيوتنج ده حاجه اتس انفسي لسه ما اخترعوهوش يعني لسه اكشلي ما اشتغلش بس الناس بتوع التشفير اخترعوا تشفير ما يكسرهوش الكوانتم كومبيوتنج يعني اذا يعني ما لقيناش خالص ان حته التشفير يتكسر الكوانتم كومبيوتنج اللي هو بيتكلم في حاجه انا مش فاهم اوكي ده هو النقطه يعني بس هو بيتكلم بطريقه غريبه جدا بيقول لك الطبيعي بالنسبه للكمبيوتر العادي الستيت او الحاله بتاعت اي حاجه هي صفر او واحد. ده اللي احنا دارسينه مع واحد مثلا الباينري صفر او واحد مظبوط؟ فما عندوش غير كده اي حاجه في الدنيا ما ينفعش عنده كتخزين كبروسيسنج غير صفر او واحد. الكوانتم كومبيوتنج المفروض ان هو يقول لك لا ده انا بالنسبه لي هيبقى مختلف. اكتر من حاله مش صفر او واحد بس. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الكومبيوتيشن بتاعه او اي عمليات حسابيه هيعملها هتبقى اسرع بملايين المرات. انا بقول لك انا مش فاهم بس ده النتيجه بتاعته. نتيجه الموضوع انه بدل ما الكمبيوتر العادي بيحسب مثلا في 1 مينت الثاني هيحسب في 1 مايكرو سكند اللي كان بيتحسب في 1 مينت. السوبر كمبيوتر اللي احنا بنقول عليه دلوقتي اقوى كمبيوتر في الدنيا ما يجيش حاجه جنب الايه؟ اضعف كوانتم كمبيوتر بس هم يعملوه. هو الفكره ان هو لسه شغال في موضوع الريسيرش دلوقتي لسه في حاجات كتيره ان هو لسه ايه بيحصل. فاذا زي ما قلت الرانسم وير مش الحل بتاعه ابدا ان انت دي انكريبت في بعض اللي هم الحاجات الضعيفه منه اكشولي ليها يعني ليها بعض الادوات اللي ممكن تعملها بعد ما يحصل انكريبشن يعني في بعض منهم الحاجات اللي هم مثلا تقدر تطلع الكي انت دي فكره يعني الكي مثلا الهاكر بعض الادوات بتاعته اللي هو الكي موجود عندك على جهاز يعني الكي اكشولي موجود على جهاز ففي ناس اذكياء زي بتوع كاسبر سكاي بيقدروا يطلعوا حاجه زي كده بتولز من عندهم لكن زي ما قلت مش هينفع تكسر التشفير بطريقه ان انت تجرب مفاتيح مثلا او تقعد تنشر الحل بتاعه ايه؟ ملوش حل ان هو بعد ما يحصل حتى الان ان هو ولا اعتقد انه هيحصل في المستقبل ان هو له حل بعد ما يحصل، الحل قبل ما يحصل. تمام؟ ده بريفنشن مش ايه؟ مش يعني مش ريكفري. بريفنشن يعني امنع ان هو يحصل كده، ازاي الباك اب بس؟ تمنع ان هو يجي لك؟ لا هيجي لك، خليه يجي ويشفر، بس ما دام انا عامل باك اب يبقى ممكن يضيع منك شغل يوم.
يعني لو انت بتعمل ديلي باك اب يبقى هيجي يعمل لك شغل يوم، بتعمل اورلي باك اب كل ساعه هيجي يعمل لك شغل ساعه. فاهمين القصه؟ سباي وير طبعا حاجه مشهوره جدا بتستخدم هي مع الاد وير الاثنين شبه بعض. سباي يعني تجسس، ادي عمليات، الاثنين بيعملوا نفس الحاجه تقريبا، بيتجسسوا عليك عشان خاطر يستخدموا المعلومه دي في حاجه غالبا هو يعملوا لك اعلانات. تقول ايه اعلانات؟ طب الاعلانات دي بيزنس اساسي. جوجل اللي انت شايفه قدامك دي اللي بتكسب في السنه ما اعرفش 300 مليار دولار، مكسبها كله بيجي منين؟ ولا الدخل بتاعها كله بيجي منين؟ اعلانات. فالاعلانات ده بيزنس مش صغير، حاجه يعني ضخمه جدا. فبالتالي دي حاجه اساسيه، تلاقي بوب اب كده بتطلع لك على الموبايل، ودلوقتي طبعا بقت مشهوره على الموبايل، مشهوره على الكمبيوتر عندنا برضه عادي. سكير وير اللي هو حاجه بتخوفك، ده برضه غالبا بيبقى بيطلع لك حاجه مثلا زي يقول لك ايه؟ الحق الجهاز بتاعك احنا عملنا له فحص، يعني سوفت وير احنا عملنا له فحص ولقينا عليه 150,000 فيروس. طبعا يعني الاكشن اللي بيقول لك كده بيقول لك داونلود الانت فيروس هو اكشلي الفيروس، او هو اكشلي السوفت وير المالوير بتاعنا هو بيقول لك كده. فيشنج ده قصه كبيره جدا، ايه لوحدها هنتكلم عنها. بس فيشنج اللي هو اقناعك ان انت تقول معلومات المفروض ما تقولهاش، اوكي؟ وفيشنج طبعا هي كده بي اتش مش اف، تمام؟ زي مثلا يجي لك ايميل يقول لك اوكي ده الايميل ده من البنك، والبنك بيقول ان حصلت اكتيفيتي غريبه على الحساب بتاعك، لو سمحت عشان تاكد ان انت هو انت وتشوف الاكتيفيتي ديت دوس على اللينك دي. هتدوس على اللينك دي هيفتح لك موقع البنك، تقوم جاي انت مدخل المعلومات بتاعتك ايه؟ بتاعت البنك، تمام؟ يخش بالظبط. هو بيميكس كذا حاجه مع بعض، ومعظم الاتاكس الجديده دلوقتي بتميكس كذا حاجه مع بعض، يعني بتميكس فيشنج مع سبوفنج مع سوشيال انجينيرنج مع مش عارف مان ان ذا ميدل، كل الحاجات اللي انا قلتها الغريبه، التعريفات الغريبه اللي انا قلناها دي كلها اللي لازم تعود نفسك تبقى فاميليار عليها بيها، لكن بيميكس كل الكلام ده كله عشان يوصل للاخر اللي هو عايزه. يعني هو الهاكر عشان برضه انت لما تيجي تتعلم ما تقولش بعد كده احنا دي ما خدتهاش او ما اتعلمتهاش، الهاكر ملوش دعوه بالتقسيمات بتاعتنا دي، احنا بنحاول نفهم الحاجه ونفنطها كده عشان نعرف نتعامل معاها. لكن هو بالنسبه له ايه؟ اي اداه موجوده قدامه هيستغلها، ما يفرقش معايا دي سكينه وده مسدس، تمام؟ دي سكينه مع مسدس؟ اه سكينه مع مسدس، تمام؟ عشان خاطر اوصل اللي انا عايزه ده هيوصلني. فطبعا الفيشنج ده مشهور جدا جدا، واحد من اسوء الحاجات اللي بتحصل، اشهر الاتاكس اللي موجوده عندنا. هنتكلم عنه تاني زي ما قلت. الروت كاس كنا لسه متكلمين عنها فمش هنعيد تاني، بس طبعا من اغلس الحاجات اللي انت تشيلها من الجهاز بتاعك ساعات بتضطر بعد الروت كاس انك اكشلي تفورمات الهارد درايف وتوايد الهارد درايف عشان تشيل. نتورك تاكس بقى كتقسيم بالنسبه لنا، يعني ده فيديو ظريف مش عارف هيشتغل على النتورك عندنا الانيميشن عندكم ولا لا، فقولوا لي ايه لو اشتغل. هو يعني حاجه عبيطه مش مهمه، بس ايه الفكره ان هو بيحاول يجمع الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. يعني بيحصل عندكم انيميشن زي ما انتم شايفين عمال يجيب اسماء الحاجات اللي انا بدور الصوم فوق بعض، يعني انا بعد كل الكلام اللي انا قلته لك ده انت المفروض يبقى دماغك عامله كده دلوقتي، تمام؟ يعني في الساعة اللي جينا بس نص ساعة اللي فاتت دي قمت كمية تعريفات وأسماء حاجات رهيب. فطبعا وبعدين بيقول لك بقى هاو دو اي بريك اول اوف ذيس، ازاي منظم الحاجات دي كلها كاتيجرايز باي ايه نتورك. عشان كده قلت لك احنا بنقسمهم لينا احنا فنقدر احنا نفهم واحنا نقدر ايه نظبط الموضوع. فالتقسيمه الكبيره هم الثلاثه دول، ريكونسنس اكسس ودنايل اوف سيرفيس، اوكي؟ ده الهدف بتاعه ايه؟ فاذا هتشوف الثلاثه دول ريكونسنس اكسس، فاذا الاتاك كلهم بيخشوا هنا ده اسمه كذا ده اسمه كذا ده اسمه كذا، لازم في الاخر هتلاقيه غالبا واحد من الثلاثه دول. تعال نشوف ايه هو ريكونسنس اللي هو الاستطلاع، وده معناه ان انا بستطلع او بجمع معلومات. ممكن في المرحله دي الهاكر ما بيعملش اي حاجه اكشلي تضرك، ما بيعملش اي حاجه ضد القانون حتى، انه بيجمع معلومات بس. قلنا قبل كده في ايام السي سي ان اي لما جت سيره الحته ديت ان هي عامل زي الناس اللي عايزه تسرق بنك، فبتخش تقعد تلف حوالين البنك تقعد تراقب البنك، ممكن ما يبقاش ده ضد القانون، ممكن لو دخلت جوه البنك وصورت بكاميرا يبقى ضد القانون مثلا. بس فاهمين القصه؟ معظم الوقت بتعمل حاجات لسه ما ارتكبتش الجريمه نفسها. طب ده نعمله ازاي في الكمبيوترز عندنا؟ اول حاجه انت لقيت انفورميشن كويس تقدر تستطلع اي اي بي ادرس في الانترنت تبع مين، او العكس مين عايز تجيب اي بي ادرس بتاع حد. البابليك اي بي ادرس سبيس عندنا معروف، اذا مثلا الكومباني او الشركه بتاعتك واخده مجموعه اي بي ادرس تبقى متسجل على الانترنت نفسها، الاي بي ادرس دي تبع الشركه، ده جزء زي ما تقول انا عايز اعرف عنوان شركه هنا، عايز اعرف عنوان شركه في المفروض. اكيد لازم هيخبوه، ما ينفعش يخبوه، تمام؟ طب بعد ما جبت الاي بي ادرس اعمل حاجه اسمها بينج سويب، تمام؟ ازاي؟ هتسكان الاي بي ادرس دي تشوف مين فيهم اللي هيرد عليك، وبيرد عليك يقول لك اوكي ولا بيرد لك ايه بالظبط، عشان خاطر تعرف الاي بي ادرس دي نازله على ايه، ممكن يكون في اي بي ادرس منهم نازل على راوتر. ايه ممكن تحتمل،
نازل على فاير وول لا غالبا يعني مش هاجي ناحيته ده نازل على سيرفر اي بانز ده واخده سيرفر ده حبيبي ده انا غالبا ايه هشتغل عليه معلش البيج سويتس ده ايه بالظبط بجيب مثلا اكتشفت ان انت عندك الشركه بتاعتك شاريه 10 اي بانز او 100 اي بانز بعمل بنج على 10 ده انا جوجل بنج على 10 يرد عليك خمسه بس لو انت وفي خمسه تانيين الشركه شاريهم بتعمل بيهم بات اللي هو النت فمش مفيش عمره ما هيرد عليك النت او البات ده مش اكشوال اي بانز البورت سكان البورت سكان عندنا ان انا بقى بعد ما عرفت الخمسه اي بي ادريسز دول اللي اكتشفتهم اعمل سكان انا اديك دلوقتي على الفلور هارت مثلا كل اي بي تبع الخطوه دي بقى الخطوه دي هي ان البنج هنا رد عليا وبس الخطوه اللي بعد كده بقى بورت سكان هو اللي هيوصل لي ايه الجهاز دوت لان هعرف بالبورتس اللي مفتوحه تمام فبالتالي اي بورت مفتوحه هتعرفني مين السيرفيس اللي شغال عليه فاذا لو مثلا بورت 80 مفتوحه يبقى ده ويب سيرفر لو بورت 22 مفتوحه يبقى اس اس اتش اوكي فاذا طب ما هو بعدين وانا هعرف بعد كده معلومات ثانيه كتير اير مات بقى مثلا السوفت وير اللي عليه زي اير مات بيقدر يجيب لك معلومات كتيره جدا مش بس ان هو شغال اس اس اتش مثلا لا اكشولي ايه اس اس فيرجن اس اس اتش فيرجن اللي شغال بيها مين السوفت وير السيرفر اللي كان اس اتش يعني مثلا مين اللي بلاش اس اتش خلينا في المشهور اتش تي تي بي مين اشهر اتش تي تي بي سيرفر؟ I am a little bit لان معلوماتي كلها احنا في مرحله تجميع معلومات هستخدمها في المرحله اللي بعديها لان لو عرفت ان هو 2.0 مثلا و 2.0 دوت لو فالنربيلتي معروفه لو نقطه معروفه اللي هيبقى اقدر اخش له منها خلاص كل فيرجن ليه كل فيرجن كل حاجه موجوده بيبقى لها ايه الفالنربيلتي بتاعتها واكشن هتلاقي في سلايد هتلاقي في موقعين كده بتقدر تخش عليهم سيرش الايه زي داتابيز كده فالنربيلتي داتابيز موجوده في الحاجات اللي موجوده اللي عرفت انه بيبعت له باك ات اتش تي تي بي بيصدق يشوف الريبلاي بتاعها لو المرات هو لازم يشغل ما هو انا الفكره نفسها انا الادوات دي بقت معقده جدا دلوقتي وبقت ما شاء الله تقدر تعمل حاجات كتيره قوي قوي فزمان كانت اللي هي مجرد بتعمل ايه؟ بتعمل مسج فاضيه بس رايحه الديستنيشن بورت كام 22 او 80 فبيرد عليها تمام؟ هي سيرفيس موجوده بترد لو سيرفيس مش موجوده او مقفوله بيرد برضه يعني بس بيقول لك حاجه بيرد اللي هو الاسك اللي هو الاسك والاي كي اللي هو الاي اس كي والاي كي صح؟ بالظبط تمام؟ فاذا انا بمشي معاه كده دلوقتي بشوف هيكمل معايا ولا لا؟ هل هيبعت لي مثلا بعت سام يوم جاي وبعت لي سام اك تمام؟ ولا هبعت له سام يوم جاي عامل ريسيت تمام؟ حاجه اسمها ريسيت تي سي بي ده معناه ان هو مش شغال امشي معاه ولو لقيته رد عليا لا اقدر اخش بقى زي ما تفاصيل اكتر زي ما قلنا عليها بتاعت ان انا اجيب اباتشي واعرف انه اباتشي نازل على ويندوز سيرفر ولا نازل على لينكس سيرفر ممكن يبقى اباتشي نازل على ويندوز سيرفر 2008 تعالى بقى تعالى انت اباتشي فيرجن قديم ونازل على ويندوز سيرفر 2008 قديم فاهمين الفكره؟ اقدر اكتشف ان ايه المعلومات دي كلها هو ريكونسنس جاذرينج انفورميشن في مرحله ثانيه هنشوفها بعد كده المفروض باخد الانفورميشن دي اعمل حاجه اسمها انيميوريشن يعني دي سيكشن انا ضايفه هنا ومش موجود في المنهج اسمه ثينك لايك هاكر ده اصلا متاخد من سي اتش تقريبا بس يعني هنبص عليه ساعتها ثينك لايك هاكر اخر حاجه تقدر تعملها لو قدرت تعملها هي باكيت سنيفر بس دي غالبا صعبه لان باكيت سنيفر لازم اكون اكشلي فيد نتورك عشان اقدر اسنيف باكيتس او كابشر باكيتس لازم اكون جوه الايه النتورك نفسها فابتدت تبقى صعبه شويه. ادي امثله اهو وطريقه الفورميشن كويس ازاي تعملها عن طريق تولز زي هو ايز وان اس لوكر البيج سويبس طبعا عندنا طرق كتيره جدا بيج سويب او اي سي بي سويب والباكيت سنيف احنا قلنا كل دول. يبقى اول مرحله ما عملتش فيها حاجه جمعت معلومات بس ودي اول يعني ايه نوع من انواع التاكس بنسميه ريكونسنس. خلي بالك رغم ان هو ممكن تقول لي طب هو كده ما عملتش حاجه تضرني بس مش معنى كده لا هتوقف يعني الفاير وول عندنا لو لقى ديفايس اي بي معين بيسكان على اي بي عندي انا بالطريقه اللي انا قلتها لكم دي وعمال يعني انت بتبعت كلمت على بورت 22 وكلمت على بورت 23 وكلمت على بورت 80 وكلمت تعالى ايه اللي انت بتعمله ده؟ تمام؟ ما ينفعش اوكي فده بنسميه سيجنتشر ده بيهيفير كده او سلوك معين له سيجنتشر موجود عند الفاير وول النكست جنريشن فاير وول عشان ما الخبطش ولا تعالى ده انت كده مش صح انت كده في حاجه وبالتالي هوقفك اقدر ايه اوقفك زي ما هتشوف الشابتر بتاع الاي بي اس تمام حتى لو بيبعت بايبلاين مختلفه حتى لو بيبعت بايبلاين مختلفه بس حسب هو يعني الرينج بتاعه ايه برضه مفيش حاجه بيرفكت
فاهم قصدي ازاي؟ بس في نتائج وفي الفكره كلها ان انا يعني اقدر اعمل اكتر من حاجه عشان خاطر احمي نفسي من هذا الموضوع. اوكي؟ حاجات كتير يعني. زي ما هو برضه بيقول عليها كتير انا اقدر اعمل حاجات كتير بس هنتكلم عليها كل حاجه في حلها. اوكي؟ انا بقيت الشابتر بتاعتنا كلها ايه؟ هتكلم مثلا ازاي احمي الشابتر 2 على طول ازاي احمي الراوتر والسويتش بتاعي وبعدين بعد كده نتكلم ازاي اعمل الفاير وول ازاي اعمل الاي بي اس ازاي اعمل الفي بي ان ازاي اعمل اللان اللي هو السويتش والبورت سكيورتي والحاجات دي فكل ده بنتكلم على الكلام ده كله بس ازاي احمي نفسي بالاكس بالاكس. تاني نوع من الاتاكس هو ثلاثه الكونسنس كان اول واحد تاني نوع الاكسس انا عايز اجين اكسس عندي وطبعا بيقول لك عندنا كتير جدا جدا انواع مختلفه زي الباسورد اتاكس جبنا سيرتها اوريدي فمش هنعيدها تاني بروت فورس تروجن هورس سبوفن ستيفرز كل الادوات اللي انت ممكن ايه تستخدمها ده هنا لوك كراك اهو لو حد شافه قبل كده بتستخدم ديكشنري معينه شايفين ديكشنري دي كده اوكي وتقدر تعمل كمان ديكشنري سلاش بروت فورس هايبريد كراك شفتوا الحاجه الجميله ديت بتعمل ميكس ما بين طريقتين الدكشنري اللي هي بتستخدم لسته من الباسوردات والبروت فورس اللي هو بيجرب بالايه بالعقل ايه البروت فورس معناه ايه؟ تقعد تجرب كل الاحتمالات في الدنيا لانه بيعيد شابتر 11 بس انا سمعت ان الانكريبشن بي 5 ما بيرجعش لو انا بايع حاجه انكريبت ما برجعهاش انا بكوبيل ما بينها وما بين حاجات معموله لا ما بص ال دي 5 اكشلي از نوت انكريبشن اوكي بس انكريبشن من ناحيه الرياضيات هو يعتبر تابع عيله الانكريبشن بس هو مش انكريبشن هو هاشنج او انتجريتي تشيك اوكي بمعنى ان انا بدخل الداتا اوكي وبيطلع لها حاجه اسمها سيجنتشر بس السيجنتشر ده مش هو اكشولي الداتا فاهم الفكره ازاي؟ فما اقدرش اخد انا الهاش بتاعك بتاع انتي فايف وارجع منه الداتا غير الانكربشن مثلا اللي بتعمله زي في الواي فاي دي انت بتلبس لما داخل على نتورك واي فاي بيحصل انكربشن عن طريق حاجه اسمها اي اس فاست انكربشن سيستم لا ده اكشولي انكربشن فانا لو مسكت الداتا في الهواء سهل جدا تمسك الداتا في الهواء اللي هي ماشيه في الوايرلس امسكها بس لو هي انكربتد استحاله تقدر تكسرها لو عرفت بطريقه ما تكسرها معناها ان انت فكيت الداتا ورجعتها للاصل بتاعها تمام ودي فرق في الفانكشننج بتاعنا ما بين الهاشنج فانكشن زي ام دي 5 وشا وبين الانكربشن فانكشن زي ديز وتربل ديز واي اس وار اس اي والحاجات اللي كتير الناس عندها زي ما عندنا شابتر كامل او محاضره كامله تقريبا بنتكلم بس على الانكربشن اوكي والانواع المختلفه بتاعته بالظبط الهاشنج غير الانكربشن الفرق ما بين دوت وبين دوت ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وازاي بنستخدم ده وازاي بنستخدم ده حاجه اساسي في البي بي ان عندنا ان شاء الله. اوكي يبقى كانوا بنقول على البروت فورس مفهوم البروت فورس معناه ايه؟ تقعد تجرب كل فاكرين المره اللي فاتت بتدفع بالباسورد كبير قد كده ليه؟ عشان تعمل نفسك ضد البروت فورس اوكي؟ البروت فورس بتجرب احتمالات الموضوع بسيط جدا من غير باسوردات خلينا نفكر ما دام جبنا سيره الانكربشن الانكربشن بيبقى له مفتاح المفتاح مثلا بتاع اي اس كان 128 بت تمام؟ 128 بت بسيطه خالص اهو لو انا الحاجه بتاعتي 128 بت يبقى اوكي 2 اس 128 تمام؟ شايفين الرقم؟ هو طبعا مش الرقم اللي هو ما قدرش يجيبه كله شايفين البتاع الداخل؟ ده الاحتمالات المتاحه ل 2 اس 128 انا لما عملت مره عملت سكريبت كده بيعمل ايه؟ بيحول يعني بجيب 8 8 احتمالات ما بين رقم وكابيتال وسكول حرف الاي بس تجي 100,000 رقم كده يعني عشان تجرب داخل داخل في حاجه مليون داخل في 3 4 مليون ده حرف الاي ده 8 كارت بس يعني هي الفكره دلوقتي ان انت البروت فورس ده اخر حاجه بيبقى ليها هاك عشان تبقى عارف البروت فورس ده مش هو ما بيفضلش كده هو بيفضل يستخدم السوشيال انجينيرنج الجيسنج زي ما قلنا ان هو يخمس تاريخ ميلادك ويعرف عربيتك موديلها ايه والكلب بتاعك اسمه ايه والحاجات الظريفه ديت زائد ان هو يستخدم الدكشنري اتاكس اللي هو مش عايز اقول لك يعني سهل قد ايه والناس كتيره جدا بتستخدمه التوب 10 يوز باسوردز مثلا طبعا مشكله وماساه يعني لكن في الاخر تمام اخر حاجه يبقى ليها هي البروت فورس اللي هي بتاخد وقت طويل جدا جدا عشان ايه تقدر تنجح ده لو نجح اساسا وانت اكشلي عامل ايه حاجه قويه رغم ان هم برضه عندهم حصل تطور في هذا الموضوع من الناحيه الثانيه وهو التطور بتاع الجرافيك كاردز تمام الجرافيك كاردز بتاعتنا جواها دلوقتي جي بي يو في سي بي يو اللي هو جوه المذر بورد اللي هو الكمبيوتر وفي حاجه اسمها جي بي يو او جرافيك بروسيسنج يونت ده موجود جوه كارت الشاشه زي ما احنا بنسميها بس طبعا كارتات الشاشه الحديثه اللي هي بتاعت الجيمز وال 3 دي والحاجات كلها بالظبط بتعمل حاجه اسمها بارلل بروسيسنج يعني سي بي يو العادي ما بيشتغلش كده الجي بي يو بيشتغل بالطريقه دي اللي هي تقدر تبروسس حاجات كتيره في نفس الوقت اللي هي المفروض الجيمز وال 3 دي بتشتغل بهذه الطريقه طبعا ام نوت شور يعني انا مش عارف الديتيلز انا مواضيع تكنيكال قوي بالنسبه لي لكن ده اللي بيحصل فاكشولي الهاكرز دلوقتي يقول لك ايه مثلا لما تخش على المواقع بتاعت الهاكينج يقول لك بص
لو الباسورد مش عارف مثلا ايه ست كاركترز وداخل فيها مش عارف ايه وانت بتجرب بكمبيوتر عادي بروسيسور كور اي 7 مثلا يعني هتاخد منك اسبوع. لو معاك جي بي يو انفيديا 1080 الجديده هتاخد منك يوم. فالتين كان بيجي لك لو معاكش يعني بيقعدوا يحسبوها ويقول لك سعرها قد ايه. تاخد منك 3 دولار وتاخد منك اللي بتاع وتكسرها. هو دلوقتي حته اللي هو بقى اسمها يعني في دلوقتي اللي هو البيزنس بتاع الموضوع فيه اكتر من طريقه زي ما هو احمد بيقول ان انت اكشلي تقدر تديهم فلوس وهم يكسروا لك الحاجه دي هم يقعدوا يحاولوا بيها ويكسروها وطبعا هم اكشلي مش حتى بيستخدموا الكمبيوترز بتاعتهم عشان يكسروها بيستخدموا الكمبيوترز بتاعت ناس ثانيه عشان يكسروها. في طبعا اللي هي اسمها مال وير از سيرفيس بقى احنا لسه مخلصين المال وير يعني ايه مال وير از سيرفيس؟ بتدي حد فلوس يكتب لك مال وير مخصوص ليك انت عشان تستخدمه وانت تهاجم بيه حد. اوكي؟ ب 100 دولار في الهند ب 100 دولار اي عيب صغير اي حاجه ب 100 دولار على اي سكريبت ب 100 دولار يا بلاش. كل حاجه دلوقتي موجوده بقت ايه كبزنس لما نيجي نتكلم على دولار سيرفيس برضه او ديستريبيوت دولار سيرفيس بتلاقي ده حاجه اساسيه ايه في الشغل. طيب في حاجه ثانيه برضه في الاكسس اسمها تراست اكسبلويتيشن او استغلال الثقه ودي حاجه مشهوره جدا ان انت لو في جهاز معين حبيب كويس جدا مثلا سيرفر داخلي عندك في الشركه والسيرفر ده انت مش عايز اي حد يخش عليه من بره فانت قايل لهم ممنوع الدخول على السيرفر ده من بره فاذا استحاله كده راجل هاكر يوصل له صح؟ طب يعمل ايه هو؟ يخش على سيرفر تاني انت فاتحه بره زي الويب سيرفر مثلا دوت وبعدين بما ان الويب سيرفر ده يعتبر جوه عندك مش بره وانت مش مظبط الدنيا صح هو لو هاك الويب سيرفر او هاك الديفايس ايا كان يقدر يخش منه يستغل ان الجهاز اللي جوه بيثق في الويب سيرفر. طبعا دي احد الحاجات المشهوره بتاعتنا من زمان اللي خلتنا نعمل حاجه اسمها دي ام سي لما نيجي نشرح ان شاء الله الفاير وول هنكتشف ان احنا بنقسم الشبكه بتاعتنا لثلاث اجزاء. طب زمان بنقسمهم اثنين بس انسايد واوت سايد. انسايد اللي هو جوه واوت سايد اللي هو النت اللي هو بره. لا زودنا حته اسمها دي ام سي او دي ميلتريزد زون مخصوص عشان خاطر حاجه زي كده. نحط فيها الدي ام سي دي اي سيرفرات الناس بتخش عليها من بره زي الويب سيرفر اوكي عشان ننظم الدنيا عارف لسه مش واضحه دلوقتي بس هنتكلم عنها بالتفصيل في الشبكه بتاع ايه الفاير وول. فادي مثال للتراست اكسبلويتيشن زي ما بقول لكم الهاكر هنا اهو اوكي عايز يجيب اكسس لده سوري هنا اللي هو الانسايد هوست والهاكر هنا ممنوع ان هو يكلمه يعني هنا الراجل دوت فين المارك هنا دوت اوكي يعني انا دلوقتي كده عايز اخش هنا كده الفاير وول ده رمز الفاير وول لو مش شفتوش قبل كده احد رموز الفاير وول القديم يعني في ايام بتاع سيسكو كان اسمه اكس بي اي اكس اوكي بس هي كده يعني ده كان انا دلوقتي كفاير وول بمنعه ان هو يعمل كده. طيب مسموح له يخش كده؟ اه مسموح له يخش كده اشمعنى؟ عشان ده جهاز الدي ام زي دوت يعني ويب سيرفر مثلا مسموح للناس ان هم يخشوا عليه من بعض فهو يكمبرومايز ده وبعدين يلف من ده يجي ده فاهمين القصه؟ فاذا طبعا انا لما اعزلهم دلوقتي كده عن بعض زي ما انتم شايفين هقدر بقى في الفاير وول الجديد النهارده زي ما هنشوف ان في الكلام من ده هيبقى ايه؟ بحدود. هيبقى مش اي حاجه تعدي هيبقى له شروط بتاعته رغم ان هم الاثنين عندك في الشركه يعني ممكن الجهاز ده كده فرقتهم الجهاز ده فوقيه يعني الجهازين دول فوق بعض منهم 5 سم اوكي بس هم متوصلين على ديفرنت ايه؟ بورتس او انترفيسز فين في الفاير وول. مانج ذا ميدل اتاكس احنا برضه كل ده لسه في الاكسس كل ده في الدخول مانج ذا ميدل اتاكس ان هو يحط نفسه في النص الفيكتيم هنا مثلا اشهر مثال كنا بنقوله الفيكتيم جاله ايميل الايميل فتحه عشان يخش على الموقع مثلا بتاع البنك بس بدل ما يخش على موقع البنك راح لمين؟ راح للاستاذ البلاك هات بتاعنا دوت ودخل على الجهاز بتاعه طبعا اكشلي هو هياخد الداتا بتاعتك ويبعتها للسيرفر وياخد الرد بتاع السيرفر ويديهولك فانت فاكر لسه بتكلم السيرفر والسيرفر فاكر ان هو بيكلمك بس في الحقيقه الاثنين بيتكلموا مين؟ الهاكر اوكي حط نفسه في النص مان ان ذا ميدل في منه اللي هو اسمه ايه مان ان ذا براوزر بدل مان ان ذا ميدل يس مان ان ذا براوزر ايه مان ان ذا براوزر ده هو لك الكلام ده عشان يحصل غالبا الراجل ده الهاكر ده لازم زي ما انت تدوس لينك في الايميل او يبقى عامل اتاك معين سبوفينج او حاجه زي كده البراوزر بقى مان ان ذا براوزر ده هو حط نفسه في النص ازاي هو حط نفسه على البراوزر بتاعك اللي هو انفكتد البراوزر بتاعك لو انت البراوزر بتاعك انفكتد خلاص وغالبا بيعملوها في الفيس فيسبوك الفيسبوك بيعمل ايه بيخش على صفحه المفتاح في الفيسبوك عادي وياخد الجوجل اتش تي ام ال اللي راجع السيرفر لما بيبقى البي اتش بي بيبعته لك على هيئه اتش تي ام ال ياخد الجوجل اتش تي ام ال ده ويحط الفايل دوت اتش تي ام ال دوت دوت اتش تي ام ال وبيشوف المفروض الفورم اللي بيلوجن فيها بتاع اليوزر نيم والباسورد دي بتروح لصفحه بي اتش بي يروح عامل سكريبت بي اتش بي يقول له ايه لما يجي لك لما تجي لك داتا من الصفحه ديت
بالفورم خدها ابعتها لك خدها اعمل دايركت على الفيسبوك واعملها وكاريت فايل كاريت فايل في اللوكال اكتب فيه الداتا ديت خلاص هو كده بقى حاطط نفسه في النص وانت رحت بينك وبين الفيسبوك انت بس بيجي لك ايه ورا من اشهر الحاجات طبعا يعني مش امبارح كنا بنقول على مين المغرب المره اللي فاتت كنا بنقول على المغرب سيره المغرب صح فال10 حاجات اللي بيعملوها الاخوه اللي في شمال افريقيا عامه يعني او مشهور بعض الهاكينج المشهور عندهم الحاجه دي اللي هو الهاكينج بتاع الاكونتس بتاعت فيسبوك وبعدين برضه بيحصل نفس الكلام اللي هو ايه اوكي طب انا خدت الاكونت بتاعك يساومك على الاكونت بتاعك عشان تدفع الفلوس ويرجعهولك ومثلا يوريك ان هو اللي يقدر يعمله هو مثلا يبعت لكل بتاع دوت اصدقائك مثلا تمام حاجات خادشه للحياه زي ما احنا بنقول برضه كل اصدقائي اللي احنا كده يبعت لهم حاجه زي كده طبعا انت هتتجنن ايه الناس بقى اللي فيسبوك حاجه اساسيه بالنسبه للايه للحياه بتاعتهم ادفع فلوس وانا ايه اظبط لك كل حاجه والله بتعمل مانج ذا ميدل بس المانج ذا ميدل في اللوكال بيتمسك ما هو حسب احنا ممكن معانا ده بدل يبقى موجود معانا في الشبكه زي ما قلنا بقى التاكس تحصل في الشبكه وده يتكلم معانا في الشرطه بتاع لا التاكس في مال ده بدل ممكن يحصل عن طريق ان هو فيشنج تمام التاكس في حاجات كتيره جدا ويندوز 8 بيمسك المال ده بدل من غير انت بقى صوره اي حاجه لا ويندوز 8 جواه مش هو جواه انت مال وير وانت فايروس وفاير وول اللي هو بيلت ان جواه مايكروسوفت حقيقه يعني طورت نفسها جامد على ايام زمان وقالت لك خلاص يعني زمان كان يعني حتى الناس بيقولوا لا ده المفروض مايكروسوفت ما تنزلش انتي فايروس او انتي مال وير عشان خاطر ما تنافسش الشركات اللي هي زي ماكافي ودكتور والناس ديت لكن طبعا مايكروسوفت قالت لا والكلام دوت انا مش بنزله بفلوس ده بينزل ببلاش وده بقى جزء من الاوبريتنج سيستم في اتاكس ثانيه برضه مشهوره مش كده بتاع شيك بانك زي مثلا دوت ايه دوت؟ دوت كوم صح؟ لا ده مش ويب بدل تي دبليو تي في بي بدل تي دبليو تي في بي برضه جالك ايميل ايميل جاي من تويتر وشكله من تويتر ومكتوب فيه تويتر ولما تدوس على اللينك بتنزل هنا انت بتقول ايه لا ده انا قبل ما ادوس على اللينك دي اتاكد ان هي تويتر العين البشريه بتاعتنا متعوده ان هي بتكمل اي حاجه فاضيه على حسب توقعاتها ايه الفكره؟ يعني انت مثلا بالانجلش بتعود تشوف محمد تعود تشوف اسم محمد بالانجلش ام او اتش اي ام اي دي احمد نفس الكلام الناس بره لا فاهمين قصدي ايه؟ فلو حد كاتب محمد غلط او كاتبها دبل ام او مش هتفرق معاك انت بتكمل وقريت خلاص محمد يعني قريت محمد بره مثلا مش هيعمل حاجه زي كده هو مش متعود على ايه؟ على حاجه زي كده فنفس الكلام كلنا متعودين على حاجه زي كده ده تويتر لا ده مش تويتر اوكي طبعا بقى خد كل الكلام ده قياسات على حاجات كتير قوي قوي جوجل تمام او جوجل بتحاول توقف على قد ما كان طبعا يا زباله الفيسبوك انك تزود هو او تشيل هو تزود حاولوا يشتروا كل الدومينز اللي هي كلها الشركات الكبيره كلهم طبعا بيحاولوا يدوروا عشان يوقفوا الموضوع ده ما يقدر بس يعني مش كل حاجه طبعا بيقدروا يوقفوها يبقى ده انت ماله تمام اتكلمنا عليه في بقى اتاك مشهور جدا جدا وعند بعض من 10 اتاكس اللي بتحصل وخصوصا مثلا في اللايف سيرفيس او في الاكسس اللي هو اسمه بافر اوفر فلو البافر اوفر فلو دوت عباره عن اتاك كل عندنا يعني سوفت وير او حاجه او سيرفيس او حاجه شغاله على اي جهاز بيبقى ليها جزء الميموري مخصوص بتاعها بيبقى اسمه البافر بيقول لك الهاكر بيكسبلويت البافر ميموري واوفر ويلمز ات ويز انكسبكتد فاليوز اوكي يعني الجزء بتاعي انا بعمل له اوفر ويلم او بزود عليه لدرجه كبيره جدا لدرجه ان انا بسبب له سلوك غريب تمام سلوك غريب ده ممكن يخليني اجين اكسس الجهاز يعني مثلا في بعض الويب سيرفرز زي اباتشي وكل الكلام ده وحاجات زي كده البافر اوفر فلو اتاك اللي كان ممكن يحصل بيخليك تجين روت اكسس للسيرفر ازاي؟ تملى البافرز بتاعه باتاك معين فمش السيرفر يقع لا السيرفر يديك اكسس يخليك تقدر تخش اكسس له روت روت اكسس ده هو زي ادمنستريتور تمام في مثلا واحد مشهور في الحقيقه ان هو اي ثينك ان هو باتش دلوقتي الراوترات العاديه لو انت عملت عليها بنج مثلا من 60 70 واحده بنج داش دي ودخلت بقى اي يوزر منه الباسورد ده هتفتح معاك اكيد طبعا لو بتاع تي داتا والحاجات دي تفتح لك مثلا 30 40 سلايس مكتوب فيها البنج داش دي وتسيبهم كده ربع ساعه ولا حاجه ودلوقتي تبقى اي يوزر منه الباسورد ده تفتح ونخش غير اليوزر نيم والباسورد هو عادي جدا. بص طبعا هنا ده من 2008 حاجه قديمه جدا جدا
وبعدين هنا بيقول لك اوكي ريبوتنج اي نيد الشركه اللي بقول لك هدوكم ريسيرش كانت معايا المره اللي فاتت ريبوتنج الاوتر فروم يوزر مود. عارفين يوزر مود؟ لو انا عاوز اعمل بين وانا طبعا يقول لك ما فيش يعني ما تقدرش تعمل منه حاجه صح؟ بيقول لك اوكي طب ايه الكرسر؟ راح قال لك مثلا اكتب اي حاجه دي تايبس ات ان تايبس ايه مثلا حاجه زي كده شو فيرجن انكلود مش عارف ايه كذا 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 او شو اي بي بي جي بي ريد اكسبريس كذا. طب هقول لكم ايه عشان طبعا ما درسناش الكلام ده في السي سي اي فخليني اخد لكم ده كده سوري مش عايز مش عايز كوبي لود باد اوكي واضح هنا مكتوب هنا شو فيرجن بتاع الكاركتر دي خدناها وانكلود خدناها تمام انا بقول له فلتر طلع لي شو فيرجن وطلع لي اللي بعد انكلود دوت ده فلترنج ده امر شو شو ما بتقدر تعمل فيه صح اللي احنا ما خدناهوش قبل كده الحاجات الغريبه دي طبعا سيبك من دي مش موجوده ايه الكلام الغريب اللي طلع هنا ده بنسميه جنرال اكسبريشن اوكي ده مش هتدرسه يعني غير يمكن هتشوفه في سي سي ام بي راوت ممكن اوكي جزء من دي 09 ايه الكلام الجنرال اكسبريشن ده بيقول له هات لي حاجه معينه بس بكذا طريقه يعني فلتر ده بيقول له فلتر لي من 09 كنت بتدي بيهم بين قوسين ودي اندر سكور ودي فاهمين الفكره معناها ايه يعني رموز العلامات زي النجمه زي ديت زي زائد كل واحد منهم له معنى له معنى مختلف فاكر كده لو عمرك عملت سيرش في ويندوز عملت سيرش كده بس تقول له كده اهو اوكي مثلا دي او سي عملت سيرش سيرش عادي جوه الكمبيوتر بتاعك يعني نجمه دوت دي او سي اي حاجه تبتدي مش مهم ايه بس تبتدي بالابتداء بتاعها دي او سي ده اسمه ريجل اكسبريشن كان موجود ايام دوس طبعا لو درست لينكس هتعيش فيه لكن موجود عندنا في الراوتر بتاع سيسكو فقالك الراجل هنا الكلام ده في 2008 اللي هي خلي بالك بس اه كتب كده the router crashes and all is good this is what يعني ايه اللي حصل؟ الراوتر هيعمل ريبوت هيعمل هنا ايه؟ ريبوت الراوتر انت في اليوزر مود خليت الراوتر ايه؟ يريبوت فطبعا الراجل اللي انا جايبه كان لهدف يعني نبيل بيقول لك he needed to remotely reload a backbone router for a new rack but for some reason the standard label password we use for the backbone routers wasn't working يعني هو كان عايز يعمل ريبوت الراوتر بس بيكتب الايمر مش عارف يخش الستاندرد باسورد مش عارف يخش فراح اخد دخل اوكي لا يوصل هنا من اجل الوصول او هو وصل بس ده زي ما ده اولد ريفر سبيشال بايب ده بايب موجود عند الدارسين في سيسكو في الاي او اس بتاعها ولو استخدمت الكلام ده مش ايه الراوتر هيعمل ايه اكتب بس كده طبعا الاي او اس الجديده لا اوكي بس اكشلي اي ثينك لو جربناها على حاجه من غير دول ممكن ايه يشتغل فده هنا بيحصل فيه ايه؟ ايه اللي حصل جوه الجهاز؟ بطل اوفر فلو. اوكي؟ ده الاتاك اللي هنقول عليه هنا كده ان في جزء معين في الميموري عندنا هيكراش بسبب اللي انا طلبته منه دوت انكسبكتد او غير متوقع بالنسبه له. البروجرامر ما توقعوش فما عندوش حاجه اسمها اكسبشن يهاندل دوت ازاي؟ وما يحصل. فايه اللي بيحصل؟ اوفر ويل السي بي يو او الرام او وات ايفر الجهاز بيعمل منه. اوكي؟ وزي ما قلت في منه كتير قوي 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 برضه لو هتدرس ان شاء الله ايثيكال هاكينج في يوم من الايام يعني ايه هتلاقي يعني جزء كبير من الكورس بيتكلم عن موضوع البافر فلو. برضه ما زلنا في جيم في الاكسس اتاكس لغايه دلوقتي كل ده اكسس اتاكس وفي كميه اتاكس اتاكس كلهم هنا فوق تحت انت عايز تخش عايز تاكسس. فاخيرا وليس اخيرا طبعا ايه السوشيال انجينيرنج. جبنا سيرتها المره اللي فاتت بسرعه والسوشيال انجينيرنج هو ان انت تقدر تستغل اكبر نقطه ضعف موجوده في الشبكه اللي قلنا هي ايه؟ البني ادم تمام؟ مش الكمبيوتر ولا الراوتر ولا الفاير وول ولا البروتوكول ولا الويندوز ولا الابلكيشن لا البني ادم. وطبعا في طرق كثيره جدا جدا انك تعمل بيها سوشيال انجينيرنج فجايب لنا هنا بعض الايه الامثله زي البريتكستنج يقول لك when a hacker calls an individual and lies to them in an attempt to get access to privileged data زي يدعي ان هو عايز personal او financial data in order to confirm the identity of the recipient يعني بيتصل بيه يقول لك انا حضرتك من بنك كذا 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 او من شركه كذا 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 او من بتاع كذا 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 ومحتاجين ناكد منك كذا عشان خاطر حصل كذا او جامعه جميله جدا اه كسبت جايزه كذا ومحتاجين فاهمين الفكره وطبعا الناس بترفع الناس بتعمل الفيديو ده حطيته على الجروب اوريدي كنا ضيف معانا اللي هو بتاع ضيف كنا قلت لكم عليه امبارح فتلاقي الراجل عمل جاب له بنت كده ظريفه سوشيال انجينير هي من الناس ديت وهي سبوفت الرقم بتاعه يعني ايه سبوفت الرقم بتاعه؟ يعني كلمت مثلا افترض ان هو تبع مين؟ فودافون اوكي؟ كلمت خدمه عملاء بتاعت فودافون وقالت لهم ده رقم تليفون جوزي وهي فعلا ظاهر عندهم هناك الرقم تليفون جوزي بس هو لا هو سبوف يعني كمين عملت ايه زورت رقم التليفون هي يعني بتتصل برقم تليفون تاني بس بيظهر على السيستم هو رقم التليفون بتاع مين؟
بتاع جوزي ده سبوفنج رقم التليفون. وبعد كده بقى ايه بقى المفروض لما بتكلم خدمه العملاء طالما انا عايز الباسورد بتاعتي انا عايز مش عارف ايه معلومات ما بيديهالكش ايه لو حد جرب بيديهالكش لما ايه قصه يعني بيسالك على رقم البطاقه هيسالك على مش عارف ايه حدوته ده طبيعي. هي بقى عامله ايه مشغله صوت عيل صغير عمال يعيط في الخلفيه وهي عماله هي ايه تتكلم ان هي الدنيا ازمه ومعلش والله انا اسفه ليها طريقه معينه بتتكلم عشان اوكي ده مطور بيحصل ايه كل سنه بيتجمع فيه هاكرز ايه نيو بودكاست شغال. انا بقولك اكتب بس تخش على الويب سايت ده واتفرج على بعض السيشنز اللي ايه اللي موجود تمام. في سيشن طويله شويه اعتقد ساعه الا ربع او ساعه كانت كيفن ميتنك عاملها السنه اللي فاتت 2015 اتفرج عليها تمام. هو واقف وقال لك انا هاك الجمهور اللي موجود ده تمام. كيفن ميتنك ده اللي عليه واحد من اشهر ايه اللي هم الهاكرز في التاريخ اللي كتب بيعطوا ديسكشن تمام. تلاقي حاجات زي كده مريفة وتشجعك ان انت تخش في الموضوع وتدوس على كده. بس اوعى تخش وتدوس في الموضوع وتبقى مع الناس دي تمام؟ لا نوصل يعني بس الحاجات دي عشان ايه؟ نوصل بس للمرحلة دي. طيب فيشنج زي ما قلنا ان انت بحد يدعي ان هو حاجة ويبعتها لك. وطبعا في فيشنج على فكرة منه انواع كتيرة يعني فيشنج اتكلمنا عن ايميل كل شوية ايميل ايميل بس في مكالمات تليفون بنسميها فيشنج يعني مش عارف اللي يبقى في في طبعا اس ام اس فيشنج يعني اللي هو المسجنج تمام؟ عن طريق اس ام اس يعني بيجي لك اس ام اس ماشنز برضه سبوف ان هي من فودافون او ان هي من البنك بتاعك او من وات ايفر اوكي مش لازم ايميل بس. وكلمات تليفون بيدعي فيها ان هو من خدمه العملاء وكلمات تليفون بيدعي فيها ان هو في الاي تي ديبارتمنت بتاع الشركه بتاعتك يعني انت قاعد على الشركه ويقعد سماعه تليفون الارض يعني اللي هو التليفون بتاعك على مكتبك فبيظهر رقم قدامك مين اللي متصل فبتلاقي بيظهر قدامك مين اللي متصل رقم داخلي جوه الشركه مش رقم من بره ورقم بتاع مين بتاع الاي تي فترد وانت مطمن مين اللي متصل الاي تي حلو كده تتعامل عادي خالص والموضوع تمام وطبعا الموضوع ده كمان خلي متصل وظهر كمان سهل جدا سهل جدا طب هو لو صرت طلع عادي يعني مثلا لا اي بي كيرف اي بي اي بي فون اه اي بي فون طيب العكس ده ممكن يسهلها كل الاتاكس كل الاتاكس ليها ايه ال بي تيز بتاعتها وازاي تقدر تتم هم كتير جدا جدا ده شفت ان الواحد بيتاك تليفون واحد وبيبعت يعني بالكوماند لاين ده بيبعت اس ام اس ويعمل مكالمات ويشغل تليفون تاني على التليفون ده يبقى انت تليفونك في ايدك كده وفي واحد تاني بيتصل منه. بص انت دلوقتي يعني كل اللي انت بتوصله ان انت مش سكيور على ما تفترضش قبل ان انت سكيور في اي حاجه تمام بالظبط انت مش طالب دي اهم حاجه. عشان كده لما جابوا مارك زوكربيرج في الصوره ولا بتاع كان وزير الدفاع مش عارف اسمه رئيس المخابرات الامريكيه في انترفيو كان اللابتوب بتاعتهم ظاهره سواء دوت او دوت لقيتهم الاثنين عاملين ايه؟ لازقين حاجه على الكاميرا ولازقين حاجه على المايك اوكي؟ اللابتوب بتاع زوكربيرج رئيس فيسبوك تمام؟ ما معهوش فلوس دوت مش مشغل الناس بتاع سكيورتي دوت والتاني رئيس المخابرات الامريكيه. المخابرات الامريكيه بقى تمام؟ والاثنين عاملين ايه في اللابتوب بتاعتهم؟ مخبيين الكاميرا وسادين الكاميرا وسادين ايه المايكروفون لان الهاكرز يقدر يجي له اكسس للكاميرا والمايكروفون بتاع ما تفترقش ابدا ان انت ايه ودول تارجت صح. احنا بالنسبه لنا مش لازم تعمل كده ما تخافش قوي الا لو انت حاسس ان انت تارجت لكن يعني زي ما قلنا ايه ده الطبيعي اللي بيحصل. سبير فيشنج اللي هو فيشنج موجه سبير يعني روح تمام. فيشنج دوت انت بتصطاد في الميه عامه هتطلب اي سمك هتجيلك يعني الراجل اللي بيبعت الايميل اللي هو بتاع الفيسبوك او بتاع البنك مش بيبعته لواحد بيبعته لمليون واحد دي الفكره كلها بيجيله انا المسألة يعني انت بنسبه معموله كده انت بيقول لك لو خبطت او بعت الحاجه مثلا لمليون واحد هيرد منهم كام؟ 1000 دي نسبه عاديه ممكن يكون اكتر من كده كمان فاذا بقى ليك 1000 تارجت تمام؟ لو بعت 100000 واحد رد 100 بقى معاك 100 تارجت لكن السبير فيشنج اللي هو بيبقى موجه في تارجت معين هدف معين وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له فطبعا ده بيبقى اسوء بكتير جدا. لما انا قابل ياهو كانوا بيبعتوا باتش في برنامج اسمه بايثون كانوا بيبعتوا باتشات كدهوت يبعتوها على الميل لناس تبتدي الناس تستقبلها او يحطوها على الجروبات ويحطوها يستقبلوها والباتشات ديت تفتح على كل برامج الباسط تلاقي واحد مثلا عنده البرنامج بتاع بايثون ده وفتح ناس هم ما يعرفوش مين دول اساسا كل ده باتشات ناس ثانيه حبتها. هو طبعا يعني للاسف الثغرات الكبيره اللي هي المشهوره اللي بتخليك تجين اكسس يعني اكتر مما تتصور
لما نيجي نتكلم مثلا دلوقتي ويا ريت حتى بس اند يوزرز هنتكلم دلوقتي في الدوس هقول لكم برضه بعض الحاجات المأساوية مش على اند يوزرز على حاجات ضخمة شركات ضخمة لكن ده للأسف الطبيعي الناس ابتدت تفوق شوية في آخر 3-4 سنين بسبب موضوع الفلوس اوكي لكن يعني هنشوف هيبان احد الحاجات اللي هي اللي لسه شايفها ده اعلان عن كتاب حد شاف تريلر بالكتاب قبل كده اعلان عن كتاب مش عارف هيبان عندكم الفيديو ولا لا ظاهر اوكي شايفين الصوره اللي هو جابوها دي اتنين مع بعض بيحبوا بعض وبعدين بيقول لك ايه لايف از شورت هاف ان افير ashleymadison.com او اشلي مادسون ما اعرفش اشلي مادسون ده كان ويب سايت مشهور جدا بيعمل ايه الفرق يعني بينظم للناس المتزوجين ان هم يهابوا علاقه خارج الزواج بتاعهم يخونوا يعني بقى الموقع يس بياخد فلوس عشان خاطر يخلي الناس يعملوا حاجه زي كده طبعا ليه انا جايب سيرته وليه هو موجود هنا عشان خاطر ده حصل له داتا بريتش او هاك واتسرق منه 37 مليون اكونت اوكي طبعا انا بدي انتشرت على طريقته وشها واتحطت كلها وطبعا كانت فضايح اوكي 37 مليون شخص وشخص يعني ناس تمام اتحطت المعلومات بتاعتهم الدروب بوكس بريتش لو بتستخدم دروب بوكس تمام في 68 مليون اكونت اتسرقوا تمام الاي باي بريتش 145 مليون اكونت اتسرقوا دروب بوكس ده اللي انا بستخدمه ده هو هتلاقي جالك منه ايميل ان هو ده حصل طب هم مجبرين يعملوا كده دلوقتي هتلاقي جالك منه ايميل ان البريتش حصل يقول لك المفروض تخش تغير الباسورد بتاعك لو دورت بس انت هتلاقيه عادي ما تحطوش انك فاتح الاعلانات في حاجه حصلت في الاي كلاب بتاع ابل طبعا الاي كلاب ده جميل جدا يعني مش هتخش طبعا في الايه في الهاكينج اللي حصل السنه اللي فاتت عشان ما بقاش 18 بلس اوكي وادي اخر واحد طبعا قلت لكم عليه لسه مكتشف هو معلوم من زمان من كذا سنه تمام بالظبط لكن هو كان 500 مليون تقريبا ده المتوقع لغايه دلوقتي لسه اكشلي ذير ستيل انفستيجيتنج وطبعا في ناس ثانيه كتير مش فاكر لينكد ان مثلا كانوا حوالي 160 مليون او 150 مليون حاجه كده فمش فاكر بالظبط يعني لكن الارقام ما شاء الله جميله جدا فانا بقول لك كل دوت ليه لانه هيجيب لك هنا في الاخر بقى ايه البريتشز ديت the cost of data breaches could be up to 15.7 trillion US dollars يعني اللي حصل دوت مجموع خساراته اشلي مادسون دي فلست تمام خسرت كام؟ مثلا 200 300 مليون دولار دروب بوكس خسر كام؟ تمام وبيقيموا الخساره ديت بحاجات كتيره يعني في حاجه اسمها خساره السمعه زي ما قلت لكم مثال بتاع سامسونج المره اللي فاتت خلاص الناس مش هتشتري تليفونات سامسونج اوكي فتره طويله هيقعدوا مش ناسيين موضوع ايه النوت 7 اللي اتحرق فده بيتقيم بفلوس فاذا بص على رقم رهيب 15.7 تريليون يو اس دولار عشان كده بقول لك الشركات ابتدت تفوق شويه فين؟ في الموضوع او تبقى تحاول توقف الحاجات اللي هي بتحصل الجيت اكسس للديتا سبام طبعا عارفين السبام اوكي مش محتاجين نشرح السبام كلنا بنعاني منه التيل جيتنج اللي هو عباره عن ايه؟ ان انت داخل الشركه مثلا داخل الشركه يس داخل الشركه او داخل الاوضه بتاعت مثلا الريك ولا حاجه اللي هي فيها السيرفرات او الاطارات والسويتشات وحد في الشراكه ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ اتاك يس اتاك دي جمال اجين فيزيكال اكسس اوكي فانت داخل تحت الباب وبتفتح الباب عادي حد بيبص وراه مين اللي داخل وراه وحد داخل وراه something for something او quid pro quo اللي هو عباره عن يعني من الاخر اعمل لك حاجه وانت تعمل لي حاجه ممكن يخش لك بالجزره او بالعصايه مش هو الجزره والعصايه صح؟ يعني يا اما يديك حاجه يريد بحاجه اللي هي الجزره يا اما بالعكس اللي هو بالعصايه اللي هو يهددك بحاجه لكن في الاخر عشان خاطر يقنعك ان انت تعمله حاجه. اخر حاجه بيتنج تمام ودي مشهوره قوي باليو اس بي فلاش درايف اللي هو يسيب يو اس بي فلاش درايف في اي مكان ممكن يكون تارجت ممكن مش تارجت يعني يسيبه في حته في مطعم هو عارف مثلا موظفين ابل بياكلوا فيه اوكي فيسيب يو اس بي فلاش درايف واحد من الموظفين جاي ايه ده فلاش درايف بتاع مين ده يا جماعه مش بتاعنا جاي واحد فلاش درايف ببلاش اوكي وتستخدمه ما تعرفش انت الفلاش درايف ده عليه ايه كلاوي يقدر يجيب اكسس لكل حاجه هتتوصل يبقى ده بالتلخيص طبعا هو كتير بس ده مهم اللي هو ايه الاكسس اتاكس بتاعتنا تاني نوع من الاتاكس اللي هي الدينايل اوف سيرفيس اتاكس اللي هي تاني نوع اللي هي اخر نوع خلاص الدينايل اوف سيرفيس زي ما اتكلمنا عليها قبل كده كذا مره منع الخدمه اللي وقف عليها ايه ان انا اوقع او اوقف حاجه معينه خدمه او جهاز زي ما الناس دي هنا مثلا كده الاتاكر دوت الدوس اتاكر عمال يعمل بين زي ما كان احمد بيقول من شويه
ممكن توقع ويب سيرفر بيتكلم عليه بينج كتير، ممكن توقع راوتر بيتكلم عليه بينج كتير لو هو طبعا ما يتحملش حاجه زي كده، وبالتالي اليوزرز يجوا يخشوا ما يعرفوش يخشوا على الحاجه ديت، هو ده اسمه ديبجر سيرفيس بتاع الخدمه. اشهر انواع طبعا ان انت توقع سيرفر بتاع موقع ويب سايت معين. فبتعمل دوت ازاي؟ يا اما بتعمل حاجه اسمها ريسورس اوفر لود زي الباكتس البينج اللي قلت عليها دلوقتي، بتعمل بينج 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 كتير قوي فالراجل مش قادر يرد عليهم، يا اما بتعمل حاجه اسمها مال فورم داتا يعني داتا بايظه خليه ما يعرفش يتعامل معاها، او تعمل له برضه اوفر فلو اللي قلنا عليها قبل كده للبافر او الميموري بتاعته وات ايفر. عندنا حاجات كتيره جدا جدا اللي هو بينج فلوجز، املى الديسك سبيس بتاعه او الباندويث او البافرز، اعمل حاجه اسمها باكت ستور، اوفرلاب باكتس، انهاندل داتا، حاجات كتيره جدا جدا تقدر تعملها. ده يمكن اشهر واحد محتاج انت تعرفه بالنسبه للامتحان اللي هو تي سي بي سيلف لوج اتاك. اوكي سهل جدا يقف دلوقتي بس ما زال موجود. تي سي بي سيلف لوج ان الهاكر بيبعت للويب سيرفر مجموعه كتيره ضخمه من الباكتس اللي هي سيلف باكتس. لو فاكرين ده لازم تكون فاكر تي سي بي كان بيشتغل ازاي. تي سي بي بيشتغل بحاجه اسمها 3 واي هاند شيك. 3 واي هاند شيك ده الكلاينت بيبعت سيلف، السيرفر يرد عليك سيلك، الكلاينت يرد باك. شكرا. لا اللي بيحصل هنا ان ده كلاينت بيبعت للسيرفر سيرف، السيرفر يرد بسيرك وبعدين ما عبروش. ليه ما تعبروش؟ انت استفدت ايه كده؟ دي اسمها هاف اوبن كونكشنز، يعني الكونكشن ده ما كملش صح؟ بالنسبه للسيرفر هو مليانين عنه بالظبط في حاله ويتنج دلوقتي اللي هم يفنشوا. فبالنسبه للسيرفر كده لو هو اخره اللي هو هيتعامل مع 10000 كونكشن وانت كده بتملى له ال 10000 كونكشن دول بالحاجات ديت، يبقى لما يجي حد تاني كونكت هيقول له مفيش مش هيرد عليك. هو مش هيرد على دي اتش اس بي. هنا؟ لا ما ينفعش دي اتش اس بي. دي اتش اس بي بتعمل معاه حاجه شبه كده برضه ان هو ايه اللي هو داخل. لا ده اسمه دي اتش اس بي ستارفيشن. حاجه اسمه اول دي اتش اس بي بالظبط. نفس الفكره اللي انت كده بتوقع خدمه الايه؟ الدي اتش اس بي. الدي دوس بقى هو الاسوء لانه نادى الدوس اللي هو جهاز واحد بيهجم على جهاز اخر. ديستريبيوتد نايت سيرفيس بيقول لك لا. عندك مجموعه ضخمه من الاجهزه مع بعض بتهجم كلها على جهاز واحد. طب الهاكر جاب ايه مجموعه ضخمه؟ بس مجموعه هاكرز اتجمعوا مع بعض كذا الف هاكر؟ لا هو اللي بيحصل بيحصل بالظبط ان انت كل اللي بتقوله صح ان انت بتستغل انفكتد ماشينز. تمام يعني الدنيا الصوره ممكن اللي بعديها توضحها اكتر. ادي هنا الهاكر الحقيقي ودول بنسميهم الهاندلر سيستمز غالبا بيبقوا سيرفرز ضخمه انت بتواجه دول ودول بيواجهوا الاول بتاعتهم للانفكتد ماشينز اللي تحت بنسميهم زومبيز. اوكي وطبعا الانفكتد ماشينز دي ملايين مئات الملايين اكشن من الديفايسز في العالم انفكتد اوريدي دلوقتي وانت قاعد هنا دلوقتي اضمن ان في مئات الملايين من الاجهزه انفكتد وبالتالي عن طريق الورمز اللي احنا اتكلمنا عليهم والتروجن هورسز وكل الكلام ده كله الاجهزه دي من غير ما تعرف بتشارك في اتاك. فاهم؟ وطبعا اللي بيحصل كالاتي انت مثلا عايز اتاك موقع معين مثلا زي اتاك زي ماستر كارد دوت كوم فيزا ماستر كارد ماستر كارد دوت كوم عايز اوقعه زي ما حصل قبل كده فبتارجت بتقول لدول كلهم يتارجتوا ماستر كارد دوت كوم ودول بيبعتوا الاوامر للايجنتس او الزومبيز دول يتارجتوا ماستر كارد دوت كوم. طب بعدين يعني ايه تارجتوا ماستر كارد دوت كوم؟ ايه اللي اكشولي بيحصل بيتبعت لمصر دوت كوم؟ ولا حاجه. الناس بتفتح له كونكشنز عاديه. يبقى اول نوع اليوزرز دول كلهم يخشوا يفتحوا كونكشنز عاديه على مصر دوت كوم. بس اللي بيحصل ايه؟ مصر دوت كوم متعود ان بيجي له اكشولي داتا حجم الداتا اللي بيجي له او حجم العدد الكونكشنز في الوقت معين في اللحظه الواحده مليون مستخدم مثلا. تمام؟ ده طبيعي اللي هو الماكسيموم بتاعه يقدر يتعامل معاه مليون مستخدم. الافرج بتاعه 500000. اي لحظه متوسط في 500000 يوزر داخلين على الماستر كارد الماكسيموم مليون. طيب انا لما اجي كهاكر دلوقتي واعمل حاجه زي كده كل الناس تعمله دي افتحوا ماستر كارد تمام وده معناه ان هم يبعتوا لي باكيتس عاديه تمام تقدر تفتح ليه الويب سايت بس هيزود اكتر بكتير من الرقم اللي هو ليه الطبيعي بتاعه. في بقى اتاك اللي اقوى من كده. ايه الاتاك اللي اقوى من كده؟ اسمه ريفليكتور او ريفليكتور اتاك. يعني ايه بيعمل ايه؟ يعني ايه ريفليكتور؟ نشوف انا حاطط اللينك كده يس اوكي هنشوف ال ريفليكت وال ايه والامبليفيكيشن اتاك. الريفليكت اتاك الاول عقبال ما دوت ايه يتحمل اوكي
هي الريفلكت والمقابل بيه اللي هو الامبليفيكيشن اتاك ريفلكت اتاك امبليفيكيشن اتاك. هي بيقول لك الريفلكت الاول يعني انا مثلا دلوقتي اوكي ادي السيرفر اللي انا عايز اخش عليه قلنا ان هو ايه الماستر كارد. اول واحد هو ده الكوايت بيت ان انا بجمع مجموعه من الايه الاجهزه اوكي انا بعمل مجموعه من الاجهزه اوكي اللي هم الزومبيز اللي جوه اليوم واخليهم كلهم يبعتوا ريكوست كتير قوي لمين؟ لماستر كارد. اوكي؟ حتى هو عامل بروتكشن هنا، المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا نتكلم شويه لو في جهاز واحد مثلا بعت لي 1000 باكيت مره واحده، الفاير وول هيعمل فيه ايه؟ هيوقفوا عند حد على طول 1000 باكيت ليه؟ تمام؟ في ليفل معين مش هبعته لك. لكن المشكله ان انا ما بعملش كده، الزومبيز دول بخلي كل واحد يبعت 500 مثلا، 500 باكيت بدل 1000. فاذا 500 يبقى مش لازم الرقم بالظبط يعني 50 وكده. الرقم اللي هو النورمال بالنسبه للدرجه اللي هو ما يخلوش ايه؟ يقعد فين؟ ما يخلوش يوقفوا ولا يحط لي في البلاك ليست زي ما هنشوف. فاذا دي مشكله اللي بتحصل. الريفلكتنج بقى بيقول ايه؟ لا. ايه رايك بقى لو عملت ايه؟ ماستر كارد مثلا نفترض ان هو 1111 ده لايك ادرس بتاعه. حلو؟ انا دلوقتي لو جاي باعت لسيرفرز ثانيه على الانترنت تكون حاجه سيرفرز جامده وتكون شغاله في ابلكيشنز عبيطه زي مثلا الاستاذ المشهور مين ال تي بي مثلا فاكرين ال تي بي بالسي سي ان اي نتورك تايم بروتوكول ده اللي بيظبط بالساعه يعني هنتكلم عليه عندنا في الشابتر الجاي لكن ال تي بي بيظبط بالساعه. طيب ايه القصه بتاع ال تي بي؟ انا دلوقتي عندي فيه مجموعه ضخمه جدا من الانترنت سيرفرز اللي موجودين اسمهم ال تي بي سيرفرز. اوكي؟ تمام؟ ال تي بي سيرفرز هم وظيفتهم ايه؟ اي حد بيتكلمهم ويقول لهم انا عايز اظبط الوقت بيظبطوا مع الوقت. انا عايز زي ما بتستعك هو بتستعك جامد كده. فاللي بيحصل في الاتش الهاكرز دول اللي هي الاتاكس اللي بيقدر مش هروح بقى اكلم كده مش هروح اكلم اللي هو السيرفر بتاع ماستر كارد كل دول يبعتوا هنا للان تي بي سيرفر دوت كلهم يبعتوا يروحوا للان تي بي سيرفرز ودول عايزين يظبطوا الوقت وظبط الوقت دوت غالبا لو فرق الوقت كبير اوكي بياخد باكيتس يعني ظبط الوقت مش عامل زي مش باكيت لا لو سمحت انا عايز اظبط الوقت سنكرونايز بس سينك من جاي يرد عليك ماشي اوكي مش هو ده كده ظبط الوقت لا خالص انت بتبعت باكيت واحده مثلا وهو بيرد عليك باكيتس كتيره جدا عشان تظبط الوقت وغير دخول التفاصيل تمام بمعنى ابعت باكيت واحده جاي هو واحده كده مثلا فاهمين القصه؟ ده طريقه ظبط الوقت فاللي بيحصل ايه كل ده لغايه دلوقتي ما فهمناش كل دول بيتكلموا ده الراجل لسه في حاله هو ما فيش فيه حاجه قال لي ببساطه شديده ريفلكشن هو بيدمج ديستريبيوتد درايف سيرفيس مع السكوبنج كل الباكتس اللي بتروح للتايم سيرفرز دول بيقول لهم السورس بتاع اللي عايز يظبط الوقت مين؟ اهو يبقى لما يجي دول الحلوين يردوا اوكي عايزين يردوا عشان ظبط الوقت يبقى هيردوا على مين؟ لا هيعيط فاهمين المشكله دلوقتي؟ والمشكله بقى دول مش ايه؟ دي مش اجهزه عاديه مش متوصله بشبكات عاديه مش عندها كونكشنز عاديه فاهمين القصه؟ دي اقوى بكتير من ايه؟ الاساتذه فده اسمه ريفليكشن اللي انت بتعكس ايه؟ الاتاك الكبير قوي بقى اللي حطيت لك تو لينكس هنا موجود ده اللي هو بيعمل نفس الطريقه ريفليكشن بس ويز امبليفيكيشن ايه هو ده زي دي ان اس نفس القصه بالظبط بس بدل ان تي بي سيرفرز انا احط ايه دي ان اس سيرفرز دي ان اس سيرفر جايب لك هو عايزين هنا مثال عشان اوريها لكم عشان تفهموا ايه اللي اهو اوكي ده كده دي ان اس ريكويست انت عارفين دي ان اس سيرفر بتقول ايه؟ هات لي سيسكو دوت كوم يرد عليك صح؟ فبقول لك ده مثال ده اكشولي الحاجه بتقول لك مثلا بتقول له هات لي isc.org وتكتب له هنا xxx ده الرقم بتاع الاتاك اللي انت عايز تهاجمه هو 111 في المثال ده حلو ادي المسج شايفين المسج فيها قد ايه؟ حاجه صغيره خالص صح؟ بص بقى السيرفر هيرد عليك بايه؟ شايفين الرد بتاعه؟ دي الباكت اللي هيرد بيها السيرفر كل ده يبقى اذا 64 بايت كويري بترد عليك 3223 بايت ريسبونس انا بعت رساله 64 بايت بترد عليك فهمت بقى الامبليفيكيشن جت منين؟ ان انا مش ههاجمه ب 64 بايت دوت انا هبعت ده 64 بايت يبقى تكلفتي قليله جدا اللي انا دفعته اللي هو من هنا كام 64 بايت صح؟ يبقى اذا الناس دي متصور يقدروا يبعتوا كام كويري زي دوت موجود؟ ملايين 64 كيلو بايت ده ولا حاجه صح؟ يبقى حتى الجهاز لو متوصل هنا في مصر بالانترنت كونكشن نص ميجا بتاع وصلة نت تمام؟ حاجه بطيئه خالص وانفكت الجهاز دوت يقدر يبعت كميه ضخمه من الدي ان اس كويريز ديت للدي ان اس سيرفرز اللي موجود المشكله ان الدي ان اس سيرفرز اللي موجوده ديت دول اسمهم دي ان اس ريزولفرز ب
مش بيبعت عشان ما تفتكرش ان هو بيبعت دي داتا ولا جوجل مش هي دي تي ان اس ريزولت عليها بيبعت حاجه اسمها دي ان اس ريزولت مين دول؟ بعرف شركه تمام انت مثلا في مدرسه صح؟ المدرسه عندهم عملوا بقى اكتف دايركتري والموضوع متظبط وسيرفرات وكده فالجزء الاساسي من اكتف دايركتري انك تحط سيرفر ايه؟ دي ان اس صح؟ دي ان اس سيرفر دوت ما تعرفش يعني المفروض وظيفته ان هو لو حد في الشركه يكلم سيرفر جوه الشركه يديله يساله على اسمه ويديله رقم بس الجزء الثاني من وظيفته ان هو ايه؟ لو انت عايز حاجه من الانترنت ما بتروحش بقى تسال تي داتا بتسال مين؟ دي ان اس سيرفر بتاعك وهو اللي بيعمل ايه؟ بيريزولف الموضوع دوت ليك تمام؟ المشكله ان عدد ضخم جدا اللي هو طبعا بيتكلم هنا اهو اوبن دي ان اس ريزولفرز دول بين اوف ذا انترنت يعني الكارثه بتاعت الانترنت المصيبه بتاعت الانترنت لان عدد ضخم جدا من الدي ان اس ريزولفرز في العالم متصورين بقى في كام شركه في العالم؟ كام شركه في العالم؟ مليارات؟ على 50 شركه في العالم كام شركه في العالم دول عندهم كل شركه دي ان اس سيرفر وتصور ان عدد ضخم جدا نسبه ضخمه جدا منهم سايبين الدي ان اس سيرفر بتاعهم مفتوح لهذا الموضوع ازاي؟ ان لما اي حد مش من الشركه اي حد من بره يساله على حاجه يرد عليه. فاهمين المشكله في ايه؟ الطبيعي لو انت بتعمل في مايكروسوفت ويندوز سيرفر مثلا صح؟ تقول له لا ما تردش على طلب جاي لك من بره انت لو انت بس مقبول لخدمه مين؟ الناس دي بالظبط فاذا المشكله في الاوبن دول هم مفتوحين اوبن ان هم مفتوحين للعالم كله بهذا الشكل ان اي حد تصور بقى الاتاك ده يعمل ازاي؟ الاتاك اللي هو بيتكلم عنه بكل الزومبيز دول بيبعتوا 64 بايت لهنا لدوت يونس يرجعوا يرد عليهم بحاجه زي 3000 اللي انتم شفتوها مش بيرد عليهم هم بيرد على مين؟ على التارجت ينتج ده في ايه؟ طبعا كل ده هنا ده احد التحليلات بتاعت الاتاكس اللي موجوده ده اتاك حصل اوكي دي ان اس ابلكيشن دي دوس اتاك وبيوصل دلوقتي لجيجا بيتس بير سكند اكشولي مثلا a few weeks ago دي ان اس ابلكيشن اتاك 20 مثلا جيجا بيتس تمام 24 hours a day as an attack against one of our customers ده حجم الايه الترافيك اللي هو بيقول 20 جيجا بيتس بير سكند رقم باندوث على باندوث رهيب يعني مين اللي يقدر يتحمله؟ فاهمين الفكره عامل ازاي؟ انا عندي ويب سيرفر دلوقتي وحاطه هنا في مصر او حاطه في امريكا في داتا سنتر طيب الداتا سنتر دوت مديني باندوث قد ايه؟ الداتا سنتر كله الباندوث بتاعه قد ايه؟ فاهمين الفكره؟ انت حاطط هوستنج ويب سيرفر بتاعك الداتا سنتر في امريكا الداتا سنتر واخد كونكشن كام للنت؟ 100 جيجا؟ اوكي حاجه ضخمه بتتصور يعني 100 جيجا متر للطريق طب هتقول ايه ده 20 جيجا برضه هنا لا اكشولي ده اتاك العبيط تمام لما يعني تبص بعد كده في التفاصيل بتاعت ولا استنى اللينك اللي بعديها يعني. اه لينك اللي بعديها بص دوت ده بقى احدث حاجه ده ايه 9/2016 اكشولي اوكي اجيب لكم مثال عشان تشوف احنا وصلنا لايه دلوقتي One terabit per second DDoS attack. مش 20 جيجا ولا 100 جيجا ولا مش عارف ايه 1 تيرابيت ده بيقول لك ذا موست ريكوردد ايفر بوت نت اوف مليونز اوف انفكتد ديفايسز مين البوت نت دي هي شبكه الاجهزه اللي بنقول عليها اللي هي انفكتد كلها اللي هي الزومبيز دول اسمهم ايه بوت نت تمام ده الاسم بتاعهم برضه لما تشوفهم ف مين بقى هنا الاجهزه اللي انفكتد ده المثال برضه عشان احنا 2016 بقى اوكي سبتمبر 27 اهو 2016 ده لسه قريب خالص وصوروا مين؟ اي او تي ديفايسز يعني ايه؟ يعني مش كمبيوترز على نزل عليها ويندوز واتضحك عليهم لا مين الاي او تي ديفايسز دي؟ لا موبايلات ايه؟ موبايلات برضو عليها بتاع دوت انترنت اوف ثينجز اللي هو مين يعني زي ايه؟ تمام؟ ايه الانترنت اوف ثينجز؟ اي حاجه كاميرات فعلا كاميرات الحاجات اللي موجوده الاشارات بتاعت المرور الحاجات اللي سمارت اي سمارت واتش سمارت كار سمارت مش عارف ايه اي حاجه فيها سمارت بقت حاجه طبيعيه دلوقتي مش حاجه يعني بعيده عننا النظارات يعني فاهمين القصه بقت حاجه كتير قوي 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 بقى اسمها سمارت ديفايسز توصلها من طريق سيكس طبعا حاجه جميله وحاجه ظريفه والمستقبل وسيسكو بتقول لك لو درست في سي سي ان اي هيبقى سنه 2020 في 50 مليار جهاز متوصل بالانترنت ومعناها ان انتوا ما شاء الله هيبقى عندنا شغل كتير جدا جدا معانا دلوقتي ودي حاجه كويسه لكن في المقابل فين السكيورتي بتاعت الاجهزه دي؟ زيرو مفيش اي حاجه عشان كده اصلا ده نمبر 1 دلوقتي في ريسيرش بيحصل نمبر 1 اللي بيحصل في ريسيرش اسمع هو الانترنت اوف ثينجز ايه سكيورتي نمبر 1 دلوقتي كل الناس يعملوا انترنت اوف ثينجز اوكي تعالوا نعمل كذا بس في بروجكت كانوا لسه عاملينه طلبه في ثانوي عندنا هنا في مصر عملوه وقدموه خدوا بيه جائزه من سيسكو ان هم العملاء بتوع المصنع عشان خاطر وهم شغالين في مصنع معين لازم يكونوا لابسين السيفتي بتاعتهم السيفتي ده اللي هي الخوذه وحاجات معينه والكلام ده كله
فعملوا ايه؟ بالاي او تي دوت عملوا سنسور وكاميرا وربطوها بالمكنه وبكنترولر معين، المكنه مش هتشتغل اصلا تقعد تدوس على الزرار بتاعها مش هتشتغل الا لما الكاميرا والسنسور يتاكدوا ان قدامهم لابس الايه؟ الاي او ان بتاع دوت، فاهمين القصه؟ ده انترنت سيلز مش بتكلم بس الحاجات اللي هي الحاجات مثلا نايكي شوز اللي هو الكوتش اللي بتجري بيه يسجل انت جريت ايه وعملت ايه، لا موجوده في كل حته. المشكله طبعا بتاعت الحاجات دي كلها ايه؟ بتتعمل وحاجه ظريفه بس مش سكيور خالص، ما فيهاش اي ايه؟ سكيور وسهل جدا يعني شوفنا الكلام لسه حاصل دلوقتي ووصل رقم رهيب، الرقم اللي هو بيقوله ده مش رقم عادي يعني. فيعني القصه بتاعت الديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس هو يعني مليان حاجات ضخمه جدا 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 ممكن تقعد تقرا فيه هو لوحده يعني ساعات وساعات وساعات طويله ازاي بيحصل وانواع الاتاكس دي المختلفه، وتكتشف في الاخر ان كل ده اي واحد فيكم يقدر يعمله تمام ببساطه شديده جدا لو معاك مثلا 50 دولار ولا 100 دولار. ليه؟ كل ده فرصيه، البوت نتس اللي بقول عليها ديت موجوده في اماكن معينه فرصيه، بتشتري بوت نت مثلا فيها 10,000 جهاز فيها 100,000 جهاز حسب ومنهم انواع واشكال واللي انت عايزه يعني، والبوت نت دي انت بعد ما بتشتريها او بتاجرها يعني مش بتشتريها معاك. بتاجر ساعات بالساعه حسب كل حاجه موجوده الحمد لله وبتهاجم التارجت اللي انت عايزه. اوكي؟ اه يعني دي ايه؟ الاساس. اوكي فهي طبعا بيقول لك الديدوس اتاكس بتقع علينا الدنيا بنخسر طبعا فلوس من المبيعات اللويالتي الكاستمر بتاعنا هيقاس مننا بقى الموقع بتاعنا كل شويه بيقع معلومات بتتسرق ممكن اكشلي ما بيحصل الاسهم في البورصه بتبوظ والمانيبيوليشن فيها في كميه حاجات رهيبه بتحصل في الايه؟ في الديدوس. يبقى دي كده كانت الثلاث انواع من الاتاكس بسرعه تاني اللي هما ريكونسنس اللي هو استطلاع واستكشاف اكسس اللي هو بيخليك تخش واخر حاجه دوس اللي هو دينايل اوف سيرفيس. هل مفيش اتاكس ثانيه؟ لا في اتاكس كتير جدا هم ملايين الاتاكس دول الثلاثه كاتيجوريز الكبار اللي بنحاول فيها نضم ايه الحاجه كلها بتاعتك. تعبئه الايه الثلاثه. طب كل ده عندنا اتكلمنا عليه ما قلناش ازاي نوقف ازاي بقى نوقف الكلام ده اللي هو الميديجيشن. فين الميديجيشن او كلمه ميديجيت دي مره انت تعرفها انا ازاي نبدا نوقف الايه الانتاج بتاعنا وندافع على النتورك بتاعي ام ترى تلاقي مين اول حاجه مين الناس السوبر هيروز بتوعنا اللي هم نتورك سكيورتي بروفيشنالز اللي هم هيدافعوا عن الشبكه. اوكي فطبعا لو فاكرين التايتلز دي اكشلي قلناها في الانتروداكشن الحته بتاعت اللي هي الوظائف اللي قعدت اتكلمنا عليها في الاول قبل ما اخش الكورس خالص بس تعالى نبص عليهم تاني Chief Information Officer CIO Chief Information Security Officer CISO Security Operations Manager تمام Chief Security Officer CSO Security Manager واخيرا الغلبان واحده في الاخر دي Network Security Engineer. طبعا دول الناس اللي في الانتربرايزز الضخمه جدا اللي بيبقوا موجودين وخاصين بالسكيورتي يعني الانتربرايزز الميديا هتلاقي عندهم اخر اثنين اللي هو Security Manager و Network Security Engineer بس ايه انت نتورك سكيورتي انجينير اول ما تبقى ان شاء الله تاخد سكيورتي سكيورتي انت ابتديت اول خطوه انت تبقى ايه نتورك سكيورتي انجينير هو ده اوكي لكن اللي بعد كده اللي هو يبقى مانجر لا طبعا لسه بدري عليك اتكلمنا في الوظائف بالثلاث خمس سنين الكلام ده كله عشان تبقى مانجر عشان تبقى تشيف سكيورتي اوفيسر وبعد كده سكيورتي اوبريشنز مانجر سيك اوبس ده بقى كله فوق فوق لغايه اعلى حاجه اسمه تشيف انفورميشن اوفيسر او سي اي او وده اللي بيريبورت دايركتلي للسي اي او اللي هو رئيس مجلس الاداره في رئيس مجلس اداره كده من الشركات الكبيره الضخمه زي سيسكو اكشلي زي مايكروسوفت زي بلاش بلاش شركات التكنولوجيا زي وول مارت مثلا زي كارفور الحاجات اللي هي بتبيع يعني عالي جدا منتجات الشركه كده فوق سي او في ناس بتريبورت على طول لو او تحت منه على طول مثلا في الشركات اللي هي العاديه في حاجه اسمها سي تي او مين السي تي او ده؟ تشيف تكنولوجي اوفيسر تكنولوجي ده الراجل بتاع ايه بتاع التكنولوجي ده كان زمان لوحده كان تبع السكيورتي ابتدى بقى في اخر سنتين ثلاث سنين قال لك لا ما ينفعش بتاع التكنولوجي يعني بتاع التكنولوجي ده تبعه ايه؟ الراوتنج والسويتشنج والديزاين فاهمين كل حاجه خاصه بالتكنولوجيا اي حاجه تكنولوجي خلاص اضطروا يعملوا وظيفه مخصوصه لمين؟ السكيورتي ما ينفعش لا محتاج حد لوحده مخصوص بكل طبعا التحتيه ما هو مش معنى ان ده واحد فوق ده ما يعمل اي حاجه لا ده اللي بيدير الدنيا كلها واللي بيأركيتكت او بيصمم ايه الكلام كله النتورك سكيورتي بروفيشنال وجابس اوف ذا جوب تايتل يعني مش مهم الاسماء اللي فاتت الصفحه اللي فاتت ديت لازم يبقوا والفضل must constantly upgrade their skill set to keep abreast of latest trends constantly يعني day to day اوكي اكشن انا كنت لسه فاتح البتاع دوت الموقع دوت لسه فاتحين بص ده اسمه ايه؟ The Hacker News اوكي one of the best and easiest sites ان انت تفولو يعني ممكن تعمله فولو على الفيسبوك لو عايز او سبسكرايب شايفين سبسكرايب هنا هتدخل الايميل بتاعك
هيبعت لك دايلي ممكن ايميلز او ويكلي ايميلز حسب طبعا ايه اللي بيحصل. وخطير جدا انت اصلا لو رحنا للهوم بيج بتاعتهم اوكي تلاقي النهارده اب تو ديت ايه اللي بيحصل معاك بقى وانت سكري سباي وكذا. هاو ستارت سيكريت كونفرزيشن اون فيسبوك مانجر بريكنج الله اعلم ان سيكون كونتراكتور اريستد فور سيكريت سيكريت دوكيومنتس وهكذا. فهو خمسه دخلنا الدور فاذا بتلاقي كل اخر الابديتس بتاعت الهاكر بس اسمه زي هاكر نيوز اوكي. طبعا مفيش وان ريسورس واحد كافي فانا اديتكم شويه امبارح مثلا بودكاست ولوجز وحاجات زي كده بس ده واحد من اشهرهم يعني اسمه زي هاكر نيوز اوكي. يو ماست ذي ماست اتند تريننج او ورك شوب مش هتفضل بس كده لازم في تريننج على كل حاجه جديده اوكي. ورك شوبز اللي هي بتضيف طبعا للنولج بتاعتك. Subscribe to Real Time Feeds regarding threats. Okay, we're going to talk about Real Time Feed from Cisco and other companies. That's the other one, Hacker News. That is the one, Real Time Feed, the other one. They must pose, sorry, produce the security website, personal security websites on a daily basis. يعني اي بقى ويب سايت سكيورتي بتاعتنا من الكبار دول بقى اللي وريتكم لسه بيهم امبارح كانت موجوده في البي دي اف لازم تبقى مشترك في اكتر من واحده. They must maintain familiarity with network security. لازم دايما يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل مبقاش تقول لي انا بتاع سكيورتي بس انا ماليش دعوه بالويب سكيورتي مثلا انا متخصص في مش عارف انفورميشن سكيورتي ولا متخصص في الراوترز مش اسمها كده مش اسمها تمسك نفسك في حته ممكن تكون متخصص في حاجه اكيد متخصص زي ما انت عايز ده فور شور بس اشمعنى كده انت ما تعرفش الايه الباقي او اللي بره الكلام ده. Maintain and manage security organizations. These organizations often have the latest information on threats and vulnerabilities. وعنديك سيرتهم دلوقتي اهو دي النتورك سيرتهم التوب نتورك سيكيورتي organizations اللي انت محتاج تعرفها. Number one, CERT, Computer Emergency Response Team. ودي يعني حاجه هيئه ضخمه جدا جدا ومهمه جدا جدا. SANS كانت جت سيرتها في الشهادات واحده من جميع الشهادات. MATCH, FIRST, ANFOSEC برضه مشهوره جدا جدا. ISC2 بتاعت الاساس مالتي ستيت مش عارف انفورميشن شيرنج اناليس سنتر تمام ام اس اي اس اي سي وات ايفر الايه الحاجه اللي انت لازم تشترك فيها او تعرفها دول التوب يعني. فخلينا اوريكم كده ايه تو مان هو ولا حاجه ادي سيرت دوت ارك طبعا دي اتعملت الاول في امريكا بعد ما كان في اتاك كبير حصل كده بتاع مافيا بوي تقريبا وكان عامله مافيا بوي وقع بيه يعني المواقع ضخمه جدا فاتعملت حاجه اسمها كمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم اللي هو يعني ايه زي الفريق اللي هو هيحصل اي كارثه اي حاجه ايه يقدر يتعامل بيها. وادي الويب سايت زي ما انتم شايفين في بابليكيشنز تبعهم بودكاست تبعهم بلوجز ودي اهم حاجه شايفين ريسنت فولنربيلتيز اوكي ايه دوت الانس مش عارف وان تاتش بينج انسولين بامب كونتينز مالتيبل ها مين؟ انسولين بامب انسولين نسبة السكر اوكي دي حاجه ولا او مالتيبل فولنربيلتيز جابوها مش عارف يو باي بي بي تي اي او اس بانكينج ابلكيشن فيلز تو بروبلي فاليديت اس بانكينج ابلكيشن البنك معين كان بين اس وهو نزل ابلكيشن على الاي او اس بتاع ابل مش عارف اتشارتي فيرجن 9 ليفل 2 كروس سايت سكريبتنج على ريموت كونكس وهكذا طبعا اي واحده من دول لو دوست عليها بس زي دي كده هيفتح لك النولج بيز ارتكل بتاعها كل حاجه بتتحط لها ارتكل مخصوص فيها اوفر فيو ديسكريبشن الامباكت السوليوشن فيندر انفورميشن ميتريكس ريفرنسز كريدت ده طبعا مين اللي اكتشف الايه الفولنربيلتي زي ما قلت في كذا ويب سايت موجود في داتا بيز للفولنربيلتيز اللي موجوده لو دخلت على داتا بيز هوم هنا في الحقيقه هتبدا بقى تفتح وتعمل سيرش هنا اوكي بالحاجه اللي انت عايزها يعني مثلا نكتب كده اوكي بي سي هنجيبه اه فينو اس اي ده الفاير وول بتاع سيسكو عايز سيرش على الفولنربيلتيز بتاعته اهو اوكي ادي بعض الايه الفولنربيلتيز اللي موجوده عندهم سيسكو اس اي كلاينت تراك اس اس ال بلاي اوف سيرفيس فولنربيلتيز طبعا دول جداد قوي لا في ترتيب اهو فبراير 2016 اس اي اي بي 1 اي بي 2 كونتينز مش عارف اضافه ليه لو بصيت عليها اوكي هتلاقي المعلومات بتاعتها وهكذا فدي ده واحده من اشهر ايه المواقع اوريكم طبعا الحاجه الخاصه بينا احنا سيسكو دوت كوم سلاش جو سلاش سكيورتي اوكي دي صفحه بتاعت سكيورتي جايب لك ايه راجل كل ما يجي لك ايه تتخيله Next generation firewalls, threat policy and access, security management, VPNs, web security, router security, I'm talking about email security, next generation IPS, all the things that we're talking about, AMP, we're talking about,
دي سكيورتي برودكتس بتاعتهم. السوليوشن ده في الحقيقه خطير جدا جدا اللي هو السايبر سكيورتي بورد بينزلوا اعتقد مش عارف السنه مرتين او ثلاثه السايبر سكيورتي بورد اي حد يقدر يدونلوده فور فري وبيعملوا فيديوهات كمان يعني الناس اللي ما بتحبش تقرا بيلخصوا الفيديو في ريبورت لو كتبنا كتبناه كده حطيناه على اليوتيوب اكشولي اوكي سيسكو اوكي وهتلاقي فيديوز تمام سيسكو 2016 ميد يير سايبر سكيورتي ريبورت اكزيكتيف برسبكتيف هتسيب 8 داي انترفيو هتلاقي كل واحد موجود اهو الثمان ده مش عارف تاني ايه وهيد لاينز بتاعته باختصار بيبقوا حاطينه على الشانل بتاعتهم على ايه؟ على اليوتيوب هنا وبعدين لو عايز بقى تخش اي نيد لحاجه معينه طب احنا عايزين ايه؟ نجيب الكود ده هو يوزر ليفلز وحط لينك في البرزنتيشن بس احنا ايه خلينا نفتح هنا كده ونشوف دي السولوشنز بتاعتهم يعني مثلا بص هنا يقول لك ادفانس ثريت بروتكشن اوكي ده مخصوص للحاجات اللي هي الجديده اللي بنضرب عليها اللي هي الادفانس بيرسيستنت بيرسيستنت ثريتس مثلا زي رانسم وير ديفينس طب اعمل ايه في الرانسم وير دوت اي ام بي مش عارف النتورك اند داتا سنتر بقى الحاجات الخاصه بالنتورك والداتا سنتر موبيلتي والاند بوينت الكونتنت زي الويب والايميل طبعا اهم حاجه اكسس اند بوليسي مانجمنت في حاجات مخصوصه طبعا للسيرفرز والبروفايدرز والناس دي وهكذا فتقدر تخش طبعا هنا وتشوف ايه كل واحده من دول التفاصيل بتاعتها بس انا عايز اوريكم صفحه مخصوصه اللي هي بتاعت الشبه بتاعت سيرتس يعني هي فيها برضو اخر حاجات حصلت وتقدر تشترك فيها اكشولي وتشوف ايه اللي حصل بالظبط بس انا هدور عليها في البوك ماركس بتاعتي وهقول لكم بعد البريك ان شاء الله